بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم حلقه جديده من رومنتادا على شاشه قناه المحور. النهارده صحيت على خبر مفجع بالنسبه لي، هو خبر وفاه زميلي وصديقي ورفيق الدرب من ذو ايام دريم، الصديق العزيز ومراسلنا محمد غندر. النهارده وفاته المنيه امبارح، وقعد وسط اصحابه، راجل قعد بيقعدوا في الكافيه مع بعض، قعد طلب حاجه يشربها، حد يكلمه الحاج محمد صبحي صاحبه قاعد جنبه، بيتكلموا بيقول له الاخبار والاهرام عامل ايه. قال له في الست اللي هي كانت اللي بتحب النادي المصري دي وكان عندها الكانسر توفت. قال له استنى لحظه واحده معايا، انا معايا فيديو عامله معاها ولقاء، استنى انزل اللقاء واعزيها. بيمسك الموبايل، الموبايل وقع منه، قام هو واقع على الارض، والسر الالهي طلع. ويعني حزن كبير جدا جدا جدا. يمكن انا لما خدت الخبر طبعا يعني بالنسبه لي انا خبر مزعج جدا. غندر ده كان صاحبي وصديقي، وكنا كل يوم نتكلم الفكره، يعني كان بينه وبينه كل يوم تقريبا كلام. الاسبوع ده بس تحديدا مخليني مكلم 2-3 اصحابنا من بورسعيد، اللي بعزيه واللي بطمن عليه، اطلب فلان، عزي فلان. دي كانت حاجه من الحاجات اللي يعني الجميله فيه، انه دايما كنا على تواصل، ودايما كنا اصحاب، وكنا دايما لينا مواقف جميله مع بعض. خالص التعازي لأسرة غندر، خالص التعازي لبورسعيد، خالص التعازي للنادي المصري وكل المحبين وكل محب غندر. النهارده لو هتشوفوا معايا الناس اللي موجودين، يعني اهو ناس كتيرة جدا 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 كانت في وداع الصديق العزيز والإعلامي محمد غندر. يعني السيد المحافظ عبد الغضبان محافظ بورسعيد كان موجود في العزاء، وأحمد ابنه كان موجود، النائب الحسيني أبو قمر، الأستاذ محمد صبح، الأستاذ أحمد الشاملة، الأستاذ أسامة عيد، محمود عيش، ناس كتير جدا كانوا موجودين النهاردة في عزاء، لأن كانت فجعة كل بالنسبة لنا كلنا، لأنه راجل علاقته بكل الناس علاقة جميلة وعلاقة جديدة. ده الحسين أبو قمر نائب رئيس النادي المصري والحبايب كلهم كانوا موجودين معاه، وصلوه حتى آخر يعني مشواره. أنا وكل أسرة الرومنتادا وشاشة قناة المحور، طبعا دي لقطات من العزاء، بنعزيك يا غندر، وان شاء الله تبقى في الجنه، ومش هنساك لانك انت وجودك كان وجود كبير، وكان ليك سي في كبير ومحترم، وانت دايما انسان من جواك كل الصفات الكويسه الجميله. احنا كلنا بنقول لك ان شاء الله. ده طبعا اهو بتقابل العزاء طبعا في غندر، محمد صبحي واحمد الشامله ده عضو مجلس إدارة النادي المصري، الناس كلها كانت موجودة، محمد الخولي، محمود عيش، الحبايب. يعني طبعا غندر هنفضل فاكرينك، ويعني ورسالة مني إلى السيد اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد، يعني غندر في القلب وبيته وأسرته. الأستاذ كامل أبو علي يعني رئيس النادي المصري، لازم نظرة لبيت غندر وأهل غندر وولاده وابنه وبناته، لأنه كان محب قبل ما يبقى يعني اعلامي وبيغطي اخبار النادي المصري، كان محب بطريقه غير عاديه للمصري البورسعيدي، زيه زي كل البورسعيديه اللي بيحبوا النادي المصري. لكن هو الراجل كان دايما بالنسبه له المصري في عقله وفي وجدانه، وانا بشكر ناس كتير والله، منهم الناس انا اشوفهم في الشاشه اللي باخدوا الخاطر، الخولي وصبح والشامله والناس اللي والحسين ابو قمر وده الشريف صالح عضو رابطه الانديه، وسيد المحافظ عادل غضبان، وناس كتيره كانت موجوده، ومؤمن جزبنته، كل ناس حبايبي واصحابي. يعني لما اروح بورسعيد مش عايز اقول ان انا كنت بقضي معاهم احلى الاوقات، لكن بورسعيد بعدك يا غندر يبقى لها طعم تاني بامانه. يعني بورسعيد بعدك لها طعم تاني، هم كلهم حبايب واخواتي واصحاب، بس انت اهو ده سياده المحافظ عبد الغضبان مع احمد ابن غندر. احمد ابن غندر الله يرحمه ويحسن اليه، يعني وقنوات ان بعزته، كل الاصدقاء اللي في المجال عزوه، وفي ناس راحوا بورسعيد. بس انا بعتذر على المستوى الشخصي لاني ما كنتش موجود لوداعك يا غندر في اخر لحظاتك، لاني كان عندي ماتش مع فيوتشر، وبعد كده أنا عندي البرنامج النهارده ان شاء الله يدينا ودوك العمر. بكره توجه لبورسعيد اعزي اهله واعزي اصحابي اللي موجود في الصوره دول، كل الناس اللي واقفين الوقفه دي، وده بيحسس الانسان. الانسان سيره ومسيره، الانسان سيره ومسيره. ده النائب الحسين ابو قمر، النادي المصري موجود بقوه، وانا بناشد تاني السيد كامل ابو علي اعضاء مجلس اداره النادي المصري، المحافظ عادل اللواء عادل غضبان، الدكتور اشرف صبحي، كل الناس المعنيين، لان الاعلام رساله، ودايما لما بتقدم رساله وبتنقل فيها يعني
الاخبار وبتنقل فيها الاحداث وبتنقل فيها الاحداث بكل شفافيه وتتواجد. اعتقد ان دي برضو مهمه من المهمات اللي نقدر نقول مهمه فيها اخلاص. فاخر لقطه معاك على الشاشه وانظر البقاء لله وان شاء الله في جنه الخلد. وانا عارف ان رجال بورسعيد رجاله محترمين، وانا لسه كنت متكلم من قبل ما اجي الحلقه مع محمد الخولي نائب رئيس مجلس الاسبق ومحمد صبح والشمل والناس الحبايب بصراحه رجاله، وعند الحدث وعند الزمان والمكان، وان شاء الله دايما مفتكرينك نجم من النجوم، واحد من الاصدقاء الاعزاء اللي كلت معاك عيش وملحه من سنه 2002 لحد اخر يوم في عمرك. بنتواصل مع بعض وبنتكلم، ما كانش بينا اي خلافات في وجهات نظر خالص، حتى لما كنا موجودين في دريم وكان يجي ماتش زي ماتش الاهلي والزمالك، ودايما انا كنت معني بتغطيه الاهلي والزمالك، يقول لي انا هاجي معاك اغطي الماتش، اقول له تعالى هو وكل الزملاء اللي كانوا محافظات، اخد اجي لقيت يقول لي بص بقول لك ايه انا خلصت، خلاص انا لفيت لك على المدرجات والضيوف وكل الناس، خلصت كل حاجه. كنت بكل حب وترحاب كنت دايما ببقى متقبل انك تبقى موجود، متقبل انك تعمل الشغل الاكتر. كل ده طبعا مش هيوفي لك حقك، كل ده مني انا شخصيا، يعني انا بصراحه يعني زعلان جدا 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 من جوايا، وعايز اتماسك وانت في مكان افضل احسن من اللي احنا فيه عشان اقدر اكمل حلقه اليوم. خالص البقاء للصديق العزيز والاخ وخالص التعازي من خلال الرومنتادا للصديق العزيز محمد غندر في جنة الخلد إن شاء الله. بقى الله رحمة الله عليك يا غندر، وانت في مكان أحسن مكان اللي احنا فيه. هنبتدي طبعا بمباراة الدوري المصري النهاردة، كان في مباراتين، نادي فيوتشر مع حرس الحدود، والمباراة انتهت بهدف لنادي فيوتشر، هدف مميز جدا لمحمد رضا بوبو معنا على الهاتف المدرب العام لنادي فيوتشر اللي قدامهم مهمة كبيرة جدا 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 الفترة الجاية. النهاردة عنده دوري، يوم الحد عنده أول مباراة، في تاني مباراة للفريقين في الكونفدرالية الأفريقية اللي هي مباراة متلاحمة ما بينها وما بين مباراة الدوري العام المصري. طبعا هيبقى امام بيراميدز الساعة 6 مساء على ملعب السلام، لان دي مباراة فيوتشر. الفريقين فريقين مصريين، نتمنى لهم كلهم التوفيق ويخرجوا بشكل يليق بسمعة الكرة المصرية. معانا على الهاتف المدرب العام لنادي فيوتشر كابتن محمد عبد الكريم. كابتن محمد اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن عباس، وتحياتي ليك وتحياتي لأسرة البرنامج. اولا بعزي انفسنا في وفاه زميل لينا واخ، وبعزيك انت شخصيا، وبعزي الرياضيين كلهم، وبعزي شعب بورسعيد في انسان من الناس اللي انا بحبه جدا، يعني ربنا يرحمه، وهو راح زي ما انت قلت مكان احسن من اللي احنا فيه، فربنا يرحمك يا غندر ويحبب فيك خلقه، فربنا يرحمه يا رب ويصبر اهله يعني. يا رب. كابتن محمد، فوز مهم جدا رغم ان حرس الحدود كان بيلعب على البنط بشكل غير عادي وتمركز ويعني وارتكاز دفاعي بشكل يعني مهم جدا، لكن من خلال تسديده قويه لمحمد رضا بوبو قدر يغير فيها شكل ونقاط المباراه. يعني الحمد لله فوز مهم جدا في بدايه الدور الثاني. بدايه الدور الثاني طبعا بيبقى صعب جدا ماتشات الدور الثاني، فبنلعب فرقه محترمه كان عاملين تكتل دفاعي. الحمد لله كابتن علي كنا لابسين الفرقه كويس وعارفين ان ده هيحصل، ان الجول مش هيجي غير بالكرات العرضيه او التسديد، وكان معانا انت عارف ان احنا لسه راجعين من يومين من رحله صعبه جدا وماتش جامد جدا، فكان كابتن علي النهارده حط ناس بره تقدر لما تنزل تعمل الفارق، منهم محمد رضا ومروان محسن وعبد الكبير الوادي وايمن الصفاقسي. الحمد لله اللي نزلوا قدروا يحسموا اللقاء مع اللي بداوا، فالحمد لله الحمد لله ماتش مهم جدا، ومحمد رضا ونصر ماهر كل اللعيبه يعني الحمد لله مجهزين اللعيبه كلها، فمكسب مهم وداك للنقطه 37. مباراه وفوز مهم جدا قبل او ثاني مباراه لنادي فيوتشر في الكونفدراليه الافريقيه امام بيراميدز، الفريق برضو الكبير المميز، يوم الحد 6 مساء بتوقيت القاهره على ملعب السلام. شايف ان دي مباراه برضو من المباريات الصعبه جدا اللي هي تقدر تحط فيوتشر في حته ثانيه. طبعا اكيد كل مباريات صعبه صدقني، بس احنا الحمد لله الجهاز الفني كابتن علي مركز في كل ماتش بماتش، يعني لحد لما رجعنا من توجو ما نفكرش في ماتش حرس حدود، النهارده بعد المباراه على طول قفلنا وبنفكر احنا كجهاز فني في ماتش بيراميدز، من بكره عندنا تمرين نستشفى للناس اللي لعبت والناس اللي ما لعبتش تتمرن، وماتش مهم جدا مع فرقه كبيره ما عندها لعيبه عندها خبرات، لكن الحمد لله احنا عندنا لعيبه متحملين المسؤوليه كويس قوي، عندهم هدف
عندهم طموح يوصلوا لابعد نقطه في البطوله. فبنقفل الماتش النهارده للدوري وبنستعد لماتش افريقيا ان شاء الله من بكره ان شاء الله. اخد من كلام حضرتك عندهم هدف وعندهم وتقدر نقدر نروح لاهم نقطه واخر نقطه في البطوله. شايف ده محتاج تركيز، محتاج دعم معنوي، محتاج يا دايما انه انا عارف وبشوف انكم قاعدين دايما مع اللعيبه قبل التدريبات وبتحفظوا المدافعين والمهاجمين وعاملين شغل كبير جدا. شايف الطموح بالنسبه لكم رايح لفين؟ يعني زي ما بقول لك يا غندر، الحمد لله الحمد لله كاداره النادي وكجهاز فني وكلاعيبه كمان عندهم طموح يوصلوا السنه دي في بطوله الدوري لمركز احسن من السنه اللي فاتت، واول مشاركه لنا افريقيه ان احنا نتغطى الدوري الادوار التقليديه ونوصل دوري المجموعات. فطموحنا ان احنا نوصل لابعد مدى ان شاء الله، نكون من اول فرقتين في المجموعه. فده مهم جدا، محتاج تركيز، محتاج اهتمام بكل صغيره وكبيره، تفاصيل مهمه جدا. هو ده اللي بنقوله للعيبه، لعيب الكوره فمفيش يعني موصلين، مفيش حياته غير الكوره، شغله هو الكوره، فلازم يدي 100%. فالحمد لله الحمد لله يا غدر انت عايش معانا، واحنا ما بنسيبش اي حاجه صغيره، وهو ده اللي حاطط الفرقه دي مخليها دايما في وسط الكبار. كابتن محمد، يعني نقدر نقول في اوجه تشابه ما بين فيوتشر وبيراميدز في النتائج الافريقيه والنتائج المحليه، حتى في تقاسم للنقاط في مركز واحد مع نادي فيوتشر وبيراميدز في الدوري وايضا في الكونفدراليه، التعادل هنا وتعادل هنا. يعني طبعا طبعا اكيد، انا بقول لك احنا بنلعب فرقه محترمه جدا وفرقه معاها جهاز فني محترم وعندهم سكواد كبير جدا، وفرقه برده بقى لها 3 4 سنين موجوده في الدوري ولا دخلوا على 5 سنين بنفس اللعيبه اللي موجوده. فطبعا لكن احنا بقى لنا سنه، فالحمد لله ان احنا نوصل للمستوى ده ونوصل لابعد كده ان شاء الله بتركيز اللعيبه، واحنا كجهاز فني وكابتن كابتن علي وكابتن عبدالله السقا بنوصل اللعيبه ده. واللعيبه لحد دلوقتي الحمد لله الحمد لله، النهارده اللعيبه نفسهم باركوا لبعض بعد الماتش وقالوا نريح النهارده وعندنا بكره نستعد للماتش اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله نشوف ماتش يليق بفرقتين والتوفيق ده بتاع ربنا، احنا بنعمل علينا والتوفيق في الاخر بتاع ربنا. كابتن محمد عبد الكريم المدرب العام لنادي فيوتشر، بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت مباراه من المباريات المهمه جدا، اكيد السكواد فرق في طبعا في سكواد نادي فيوتشر ونادي حرس الحدود، لكن برضو كلمه حق حرس الحدود بيكافح وبيحاول انه يبقى متواجد بشكل كويس جدا، لكن هو طبعا فرق الامكانيات او فرق اللاعبين الموجودين ممكن ده ادى الى فوز نادي فيوتشر النهارده. لكن فريق كويس، فريق محتاج بعض الدعم، لكن خلاص الدعم والتدعيم اللي في يناير ممكن يكون في المباراه اللي جايه له فرق كبير جدا. وده لاعب كبير جدا هو محمد الربوب بتسديده. الماتش كان مقفل، كان واحد قاعد في المقصوره بتفرج على الماتش شايف ان حرس الحدود متمركز كويس قوي قوي قوي، ودايما من التغطيات ويمين وشمال وتغطيات عكسيه وتمركز لعيبه، لكن طبعا محمد الربوب كان عنده الخبر اليقين بتسديده قويه جدا صدمت في طبعا في القائم وفي ظهر الحارس، وبقت هدف الفوز وهدف الثلاث نقاط لنادي فيوتشر. نتمنى له ان شاء الله التوفيق في هو ممثل الكره المصريه هو بيراميدز في الكونفدراليه الافريقيه في يوم الاحد اللي جاي. الماتش الثاني هو الفريق المنافس او الفريق التقليدي حتى الان في واللي بيزاحم فيوتشر، وفيوتشر بيزاحم بيراميدز على المركز واحد وعدد نقاط واحد، لكن هناك فرق بعد الفوارق في الاهداف لصالح نادي بيراميدز. بنادي بيراميدز النهارده لعب قدام انبي، دخل فيه هدف الاول لكن قدر يعوض ويفوز على نادي انبي في مباراه برضو كانت كبيره، مباراه ادى فيها نادي انبي مع كابتن تامر مصطفى مدربه الجديد، وده لقطات معانا من ملعب 30 يونيو الدفاع الجوي. ده باتشيكو المدير الفني اللي قدر يعمل طفره كبيره جدا 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 مع سكواد كبير، يعني دايما لما اجيب مدير فني فاهم مع لاعبين على مستوى مميز جدا بتقدر تعمل بهم التشكيله المثاليه انك تقدر بيها تفوز وماشي بشكل كويس جدا. بيراميدز حتى الان واحد من الفرق المهمه واحد من الفرق المميزه في الدوري العام المصري، وكذلك انبي رغم عثرات انبي في الفتره الاخيره لكن بيحاول مع الكابتن تامر مصطفى انه يبقى ده معانا الهدف الاول. الهدف الاول طبعا يعني رفيق كابو الهدف الاول لنادي انبي كان بمثابه انه يعني انفراجه مهمه جدا، لكن انت بتلعب فريق ولا اروع، هو فريق نادي بيراميدز عامل عنده سكواد كويس وعامل ماتشات الفتره اللي فاتت بشكل كويس جدا.
لكن امبي برضو بيعاني من رحيل اهم من نجوم جاد جون ابوكا وبعض اللاعبين اللي كانوا عاملين يعني ثقل كبير جدا وواضح لنادي امبي. امبي بيعاني كمان كما بعد شويه بعد ما يخلص معنا لقطات هنشوف جدول الدوري والترتيب الانديه برضو حاجه تبقى يعني معنا لسه بنكمل الهايلايتس بتاع طبعا المباراه. قدر تاني نادي بيراميدز يرجع تاني للمباراه ويجيب الهدف الاول وبعد كده في يعني نقدر نقول من ده رمضان صبحي الاول الهدف الاول وجاب الهدف الثاني ده اسيست من عبد الله سعيد. والهدف الثاني بقى لو شفناه مع بعض طبعا بعد الاعداد دي هلاقي واحد من نجوم الزمن الجميل احمد فتحي. احمد فتحي بيرجع تاني بيحسسنا ان لسه زي ما المثل البلدي دهن في العتاق. واللاعب اللي معانا في الصوره ده رجع ل نقدر نقول مستواه السابق اللي قبل كده مستوى مهم جدا بالنسبه له عمل مباريات ولا اروع السنه دي مع نادي طبعا بيراميدز رمضان صبحي. الهدف الثاني طبعا محمد حمدي في تمريره رائعه من احمد فتحي بيقدر يعمل يعني راسيه عدت قدام البلعوطي. لو البلعوطي يعني خد نص خطوه وهنشوفه كمان شويه في الهدف انا كان هيبقى ده برضو انقاذ مهم جدا للحارس الرائع طبعا البلعوطي. لكن الهدف اللي جه فيه في الشوط الثاني كان هدف صعب شويه يعني هو لو محمد حمدي لعب الكره عدت من قدامه هو فكر ان الكره راحه خارج طبعا الملعب لكن راسيه كانت بثلاث نقاط غاليه جدا 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 لنادي بيراميدز النهارده. نادي بيراميدز برضو بيخش بمعنويات مرتفعه جدا بيستعد للمباراه الثانيه في الكونفدراليه الافريقيه امام نادي فيوتشر اللي فاز برضو النهارده والمنتشي اللي حقق نتيجه مميزه جدا. ده كان الهدف طبعا اهو ده احمد فتحي ومحمد حمدي اهو احمد فتحي هدف البلاوتي فكر الكره راحت بعيد شويه لكن ده كان هدف الفوز بالنسبه لنادي بيراميدز. طبعا ثلاث نقاط غاليه وبيتساوى هو وفيوتشر او فيوتشر بيتساوى مع بيراميدز في مركز واحد بس في هناك فرق للنقاط وده اللي فرق في الترتيب شويه. الفريقين عملوا بروفه قويه جدا للكونفدراليه الافريقيه. لكن النهارده برضو من ضمن الحاجات اللي بنشوفها الشكل الجديد بقى والكلام والتحضير للمباريات الافريقيه لما هترجعوا لي هنتكلم النهارده مثلا كنا بنتكلم مثلا الشركه الراعيه جايه بقى الملعب السلام بتتفق عشان الاعلانات بتاعتها في تنسيق من جانب فيوتشر ومن جانب بيراميدز بس هو اكتر من جانب فيوتشر لان فيوتشر هو صاحب المباراه طبعا سماح للفرق بالمؤتمر الصحفي وجزء من التدريبات المفتوحه ان شاء الله يوم السبت بالنسبه لفيوتشر في الساعه 5 و5 ونص المؤتمر الصحفي لنادي بيراميدز وبعد كده تباعا ساعه تدريب نادي فيوتشر وبعد كده تدريب نادي بيراميدز. في برضو تنسيق مع اللجنه الاعلاميه بالكاف والاستاذ مصطفى طنطاوي على كيفيه دخول الساده الاعلاميين. ايضا الاجتماع الامني اللي انا كنت حاضره ممثلا لفيوتشر والعدد الجماهير والناس اللي تبقى موجوده في المقصوره والناس الضيوف والاعداد يعني كل ده حاجات فعلا بتخلي واحد شغال في كرنفال جميل البطوله الافريقيه بفرقها لما تبقى بشارك بفرقتين. لو تفتكروا برضو من قبل كده من فتره كبيره تكررت مرتين تقريبا او اكتر لو بتخون الذاكره كانت بدوري الابطال مرة الأهلي المصري مع نادي المقاولون العرب لو تفتكروا هدف الكابتن محمود الرائع في أنطوان بيل من الجنب قامت ملعوبها لعبها مباشرة في أنطوان بيل وقت ما كان المقاولون العرب عامل شغل ولا أداء ولا أروع كسب الأهلي المباراة دي أعتقد 2-1 وكان ناصر محمد علي الله يرحمه جاب الهدف هدف الوحيد لنادي المقاولون العرب في الكابتن أحمد شوبير. بعد كده مع الأهلي ونادي الزمالك والماتشات دي كانت بتلعب على ملعب الكليه الحربيه ولا افتكروا السنه دي الاهلي كسب النجم الساحلي في الختام في تعادل في سوسه وكسب المباراه على ملعب الكليه الحربيه لو افتكروا هدفين ابو تريكا وهدف عماد متعب كانت بركات انا اسف والسنه دي كان فيها النجم محمد بركات كان واحد من اهم نجوم كره القدم المصريه وفاز باحسن لاعب داخل القاره الافريقيه في استفتاء البي بي سي ده برضو حاجات من الحاجات المهمة الذاكرة. رجع تاني المرة دي عندنا فريقين بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج اتنين الأهلي والزمالك
بيلعبوا في الابطال وفي الكونفدراليه الافريقيه بيلعب نادي فيوتشر ونادي طبعا بريمز، حاجه تشرف وحاجه مهمه جدا. هروح لترتيب الدوري العام المصري ونشوف انديه المقدمه وانديه الوسط وانديه الصراع على البقاء في الدوري، هنشوف معاكم على الشاشه. معانا طبعا يعني النادي الاهلي هيبقى له لسه ماتشات مؤجله. الاهلي في المركز الاول برصيد 37 نقطه، لعب 15 مباراه. بيراميدز في المركز الثاني بلعب 18 مباراه له 37. فيوتشر نفس القصه في المركز الثالث بفرق الاهداف له 37. الزمالك في المركز الرابع برصيد 32. المقاولون العرب في المركز الخامس وله مباراه برصيد 31. الاتحاد السكندري في السادس برصيد 30. غازي المحله في السابع برصيد 25. فاركو في الثامن برصيد 22. اسوان في التاسع برصيد 22. بعده سيراميكا كليوباترا في المركز العاشر برصيد 21 نقطه. المصري في المركز ال11 برصيد 21 نقطه. سموحه في المركز ال12 برصيد 20 نقطه. طلائع الجيش في المركز ال13 برصيد 16 نقطه. الداخليه في ال14 ب16 نقطه. انبي في ال15 ب16 نقطه. حرس الحدود في ال15 ب14 نقطه. الاسماعيلي في ال17 برصيد 13 نقطه. البنك الاهلي في ال18 برصيد 13 نقطه. وده يعني في يعني الدنيا تحت مباراة واحدة تفرق معاك، من ال 13 تبقى 16 تبقى في المركز 15، وفي المركز 15 لو ثلاث نقاط هتبقى فوق خالص في المركز ال 12، واللي برضه في المركز ال 20 لو فاز يبقى يحصل يعدي سيراميكا كليوباترا ويبقى مثلا في المركز التاسع. امور كتيرة جدا في يعني تقارب في النقاط والمباريات كلها. في بعض الفرق لها 17 نقطة على 17 مباراة على سبيل المثال حرس الحدود والإسماعيلي. كل ده كانت يعني إلى حد ما يعني قدرنا نعبر كده بالدوري كده ونشوف ترتيب الدوري العام المصري. اتحاد الكرة النهاردة بيتلقى رد من شكوى نادي الزمالك بأن الشأن هو شأن داخلي للاتحاد المصري لكرة القدم. يعني حصلت مشكلة وانتوا كلكم عارفين توابعها، مش عايزين نرجع تاني نتكلم فيها، ان نادي الزمالك كان عايز يقيد بعض اللاعبين، لكن المديونيات على بعض الاندية ومنها نادي الزمالك حالت دون قيد ثلاث لاعبين مهمين جدا، احمد بالحاج وناصر منسي واعتقد في لاعب كمان. ده كانت فيها ازمه كبيره جدا، وشبانة اللي هو معار، هو بس محمود شبانة، بس شبانة كان معار المفروض كان يرجع ويتأيد يعني. المهم كان في مشكله وحصلت مشكله في ازمه القيد، تم التصعيد والشكوى للفيفا، الموضوع تاني رجع في فلك لجنه اتحاد الكره، واتحاد الكره طبعا قالوا لجنه الانضباط بين او لجنه التظلمات. يعني مش عارف الواحد يقول ايه. طبعا هو ده شأن داخلي، واتحاد الكره هو وشأنه في اتخاذ قراراته، نادي الزمالك له الحق في الشكوى، لكن ثلاث لعيبه ممكن ما تأدوش السنه دي، ده ممكن تبقى فيها تأثير على مستوى بعض اللاعبين. احنا بس بنقول وجهه نظر، ما بندخلش في صلب الموضوع، لان ده الموضوع ما بين اتحاد الكره ونادي الزمالك. واتحاد الكره كان قال في اول شهر لكل الانديه المصريه المشاركه في الدوري العام المصري او المتواجده في الدوري العام المصري اللي عليه مديونات يجي يدفعها او يجدولها بالشكل الذي يتناسب مع اتحاد كره القدم المصري. ده ما حصلش بالنسبه لنادي الزمالك، وبالتالي حصلت الأزمة الكبيرة اللي انتوا شفتوها في الفترة اللي فاتت. نتمنى لأن كل اللاعبين دول في الآخر وفي المحصلة هو نتاج وقوام المنتخب الوطني، أو لو هناك بعض اللاعبين مثلا المنتخب الأولمبي. احنا ان يبقى يعني اللجنة المعنية بهذا الشأن يعني تنظر بعين الرأفة وبعين نقدر نقول المصلحة العامة وتشوف القصة. هل هناك تضارب في ان مثلا لو الزمالك دفع يتم قيد اللاعبين، او ده يعني مش موجود او مش مطروح؟ نتمنى في الاخر ان دي يبقى برضو لو اتحلت يبقى درس نقدر زي ما بقول واتكلمت في البرنامج ده قبل بدايه كل موسم او بدايه الموسم ده تحديدا، قلت يا جماعه لازم نبقى عندنا اداريين على اعلى مستوى حافظين للوائح الاتحاد المصري المنظمه لكره القدم، وايضا بعض الفرق المشاركه في البطولات الافريقيه من ابطال وكونفدراليه، يبقى عندنا برضو يعني انا النهارده بصفتي شغال في مكان معين بيلعب في الكونفدراليه اكتشفت حاجات كتير جدا، وقعدت اعمل اتصالات بما بيخص شغلانتي اللي هي الميديا في فيوتشر بالكذا والفيستات والمش عارف ايه يبقى موجود والمؤتمر الصحفي امتى والكلام ده. لازم نطلع على الحاجات دي علشان
ما ندخلش في بعض الامور اللي دايما وصل بها نادي الزمالك لنقطه ايقاف القيد لثلاث لاعبين. اتمنى ان يبقى في يعني دورات للاداريين للتعرف للتعريف انا اسف للتعريف بلوائح الاتحاد المصري والقيد والانذارات ونتابع، ويبقى عندنا حاجات التكنولوجيا بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج. انت خلال الموبايل قبل كده بتشيل لابتوب، قبل كده كنت بتشيل دفتر وتمشي بيه وتكتب وتأيد، حسن ممكن حاله من خلال الموبايل بتاعك تعمل اي حاجه في الدنيا، تحول فلوس، تأيد، تعمل اي حاجه. السيستم حالا زرار كده بتتك على الزرار خلاص يبقى اللاعب على السيستم بتاعك لو مستوفي كل الاجراءات القانونيه المتبعه والمنظمه من خلال الاتحاد المصري لكره القدم. او لما بيجي لك لاعب ترانسفير حالا ما عدتش محتاج، قبل كده كنت بتستنى ابعت الاستنه بتاعته، لا حالا في سيستم معروف من خلاله بتأيد اللاعب لما بيتقبل تراك هوب خلاص اتأيد اللاعب. نتمنى ان الامور، احنا دايما بنهدف دايما التقريب لغايه النظر، مش بقى نتبنى النقطه دي لا ومع الاتحاد لا مع الزمالك، لا احنا من هنا وهنا، ده الزمالك وده الاتحاد او ده الاتحاد وده نادي الزمالك، عايزين يبقى في خط واضح وخط فاصل وان شاء الله تنتهي كل ازمات فرق الدوري العام المصري، لان رابطه الانديه في الفتره اللي فاتت السنه اللي فاتت والسنه دي بتبذل خساره جهدها ان يخرج الدوري المصري بالشكل اللائق والشكل المهم جدا، بدليل انك ما اجلتش لا للفيوتشر ولا للزمالك ولا للاهلي اي ماتشات الا ماتشات النادي الاهلي، لانه كان مشارك في مسابقه من المسابقات الكبيره اللي بنظمها الاتحاد الدولي اللي هو مظله كره القدم على مستوى العالم، وبالتالي كاس العالم الانديه كنت لازم تاجل للنادي الاهلي ماتشاته. لكن غير كده اللجنه ارتأت انها لا كل الفرق تلعب زيها زي بعضها، عندها ضغط عندها ماشي ما فيش مشكله عشان الدوري المصري يخلص في الميعاد المأمول بالنسبه للجنه الانديه او رابطه الانديه اللي طبعا هو الدوري ده دوري رابطه الانديه المصريه، انه يخلص في ميعاد معين يبقى في جاب ما بين الدوري السنه دي والدوري ان شاء الله السنه الجايه يدينا ويديك العمر، يبقى يقدر الانديه تقدر تتنفس وتقدر يبقى دايما في يعني وقت انك انت تقدر تعمل فتره اعداد، تقدر تجيب لعيبه، تقدر امور كبيره جدا. يعني احنا نقدر نقول ان احنا احسن من غيرنا بكتير. انتوا شايفين الازمه العالميه او الكارثه العالميه الزلزال اللي حصل لتركيا وسوريا توقف فيها الدوري او اتلغى فيها دوري تركيا اعتقد يعني، وفي حالا اللعيبه دي ممكن تبقى مشكله كبيره جدا. انا اقصد يعني ان احنا في خير، احنا في خير واحنا في دوله مؤسسات، واحنا دايما بننشد ان احنا نبقى في الجمهوريه الجديده زي ما سياده الرئيس قال، وان احنا دايما نبقى من خلال كره القدم وبرواز كره القدم، لان الرياضه اصبحت صناعه واصبحت يعني تفعل ما تفعله الشعوبات والحكومات والشعوب في حاجات كتيره جدا جدا جدا. ودايما بنستشهد وبنتكلم على التجربه القطريه ثم التجربه المغربيه ثم الان التجربه السعوديه. السعوديه هتنظم ان شاء الله كاس العالم للانديه السنه الجايه. السعوديه كمان برضو في سياق كلامنا، ولو بنتكلم هنتكلم مع السوبر المصري هيبقى في ابو ظبي في مايو المقبل ان شاء الله. برضو نتمنى في يوم من الايام ان تبقى البطولات اللي بالشكل ده الواحد بيروح بيسافر. يمكن انا حضرت كل نسخ السوبر المصري حتى الان، كل السوبر نسخ السوبر المصري حتى الان، لكن ان احنا نبقى يعني مش بننظم ماتش. طب ليه احنا بننظم هناك؟ طبعا معانا طبعا بعض عناوين الاخبار، ان مجلس ابو ظبي الرياضي بالاتفاق مع شركه برزنتيشن سبورت اقامت مباراه كاس السوبر المصري نسخه موسم 21-22 في العاصمه الاماراتيه ابو ظبي، وتقرر اقامه المباراه يوم 5 مايو المقبل في ابو ظبي للموسم الثاني على التوالي بناء على مذكره الاتفاق بين مجلس ابو ظبي الرياضي والاتحاد المصري لاستضافه بطوله السوبر مرتين متتاليتين. ده حاجه بس كويسه ومحترمه يعني. استضاف ملعب الزعبي زايد مباراه السوبر المصري نسخه 2021 والتي فاز بها النادي الاهلي على حساب الزمالك بهدفين دون رد يوم 28 اكتوبر الماضي. وتقام السوبر نسخه موسم 21-22 بين الزمالك بطل الدوري والفائز بلقب نهائي كاس مصر المقرر خوضه بين الاهلي وبيراميدز. يعني برضو انكتبت كتب التوفيق للاهلي هيرجع يلعب الزمالك تاني، كتب التوفيق لبيراميدز يبقى لاول مره بيراميدز بيلعب السوبر المصري في دوله الامارات. حاجات مهمه جدا طبعا. ده درع الدوري طبعا، ده اللي فايز بيه الزمالك بناء عليه هيلعب ماتش السوبر. طبعا لسه احنا عندنا جوله نهائيه ما بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز في نهائي كاس مصر. دي امور ان شاء الله نتمنى، وتستضيف الامارات بطوله السوبر للمره السادسه في تاريخ البطوله التي انطلقت عام 2001.
بأمانة الواحد بيستمتع لما بيسافر دولة الإمارات، فيها كل ترحاب لكل المصريين ولكل الأشقاء الإماراتيين بيسعوا جاهدا أن برواز الرياضة، لأنه بقى برواز مهم جدا، برواز شفاف بتقدر من خلاله تشوف قد إيه أنت حابب بلدك، أنت قد إيه قادر تعمل حدث كل الناس تتفرج عليه. ولو رجع أنا بالذاكرة واتكلمنا وأنا بصفة شخصية في البرنامج ده، قلت ان 7 مليار او اكتر هم سكان العالم، كانت كل الانظار متجهه الى العاصمه القطريه الدوحه لكاس العالم 2020، طبعا 2022 في نسخته ال 22، قلنا كل الناس بتتكلم على قطر. بعد كده في كاس العالم للانديه في المغرب، قبل كده كريستيانو وانتقاله النصر السعودي، وقد ايه الزخم والمشاهده والمتابعه لنادي النصر السعودي وللدوري السعودي اللي هو واحد من اهم الدوريات في المنطقه العربيه. طبعا نقدر نقول احنا فتره من الفترات نقدر نقول بعدنا سنه، لكن احنا قادرين على الاقل حاجه نقدر نعملها بالشكل الذي يليق بسمعه ورياده الكره المصريه كبلد حاضنه للكاف، كبلد اول من اول مؤسسين لاتحاد محلي للمشاركه في البطولات الافريقيه من 57 في السودان واديس ابابا، والتاريخ الكبير جدا 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 حتى اخر 3 نسخ فاز بها منتخبنا الوطني 2006 و2008 و2010، وبعدنا بعد كده وصلنا النهائيات، رحنا كاس العالم 2018، ثم عدنا مره اخرى لنهائي كاس الامم الافريقيه ما كانش فيها التوفيق حالفنا، لمباراه فاصله مع السنغال ما كانش فيها الحظ حالفنا ان احنا نكون في قطر 2022. كل ده وبتكلم عليه بقول ان الرياضه اصبحت لها تواجد وتواجد مهم، ان الرياضه اصبحت صناعه وصناعه قويه جدا. كل الناس لو النهارده انا مثلا كنت بتكلم مع صديقنا العزيز حماده الشادي اللي هو مسؤول لجنه الشركه اللي هي بترعى البطوله، بطوله الكونفدراليه والبطوله الافريقيه، الراجل جاي بيتكلم بيقول احنا بكره هنودي اعلاناتنا لملعب السلام عشان مباراه نادي كذا كذا كذا، وخلي بالكم من كذا عشان في بينالتي لو حصل في كذا وحصل في كذا وحصل في كذا. الناس بتفكر، الناس عشان كده بيبقى عندهم رعاه بيسال على دعاوى الرعاه، بيسال على الناس اللي هتتواجد الملعب الدنيا والاخراج التلفزيوني، لا حاجات كتير جدا يا جماعه. الرياضه ومن خلال كره القدم احنا يعني جايين، لو تعصرنا شويه لكن بنحاول وبنجتهد من خلال اتحاد كوره ومن خلال رابطه انديه ومن خلال الفرق بقى لها يعني تواجد في الدوري العام المصري. لو اتكلمنا على فريق بيراميدز بقى له 3 سنين، اتكلمنا على فيوتشر ده او 4 سنين بقى له فيوتشر دي سنه ثانيه، اتكلمنا على بعض الفرق النهارده السيراميكا على فاركو وعلى بعض الانديه، ايضا وجود الانديه الجماهيريه زي الاتحاد السكندري زي طبعا زي المصري البورسعيدي زي الاسماعيلي. الاسماعيلي ممكن يكون في عصره لكن الاسماعيلي قادر على العبور، النادي المصري البورسعيدي بدعم السيد كمال ابو علي للصفقات برضه متواجد بجماهيره، اتحاد السكندري سيد البلد بيعمل نتائج بقى له فتره كبيره جدا مش متواجد فيها بالشكل ده في الدوري العام المصري. كل الكلام عن ان تعود الرياضه المصريه وتعود كره القدم لبارقها اللي هو دايما كل الناس كانت متابعه للدوري المصري. زمان لو كنا نفتكر وكنا بنقول وكل الاخوه في الخليج وكل الاخوه المعنيين باللغه العربيه اللي بيفهموا اللغه العربيه ان تكون هناك مباراه للاهلي وللزمالك يعني أن الكل يتابع هذه المباراة في أي مكان، كل الناس المتابعين أو اللي بيتفرجوا على الأهلي والزمالك. خد وقيس على كده كمان الجاليات المصرية الكبيرة في كل البلدان، سواء بقى مع اختلاف الساعات أو لا، إن شاء الله إن شاء الله الكرة المصرية تعود إلى الخط المستقيم اللي إحنا حققنا بيه إمكانيات كبيرة جدا جدا في السنوات اللي قبل كده. في عندنا طبعا منتخب الشباب، وبصراحة يعني أنا عايز أسجل حاجة لانها لمستها بصفه شخصيه، ماليش دعوه بقى محمد عباس بقى اللي قاعد على الكرسي ده. منتخب الشباب بقياده الكابتن محمود جابر، هو بيتمرنوا جنب فيوتشر، جاء واحنا قاعدين في المقر اللي احنا قاعدين فيه بعض لاعبي منتخب الشباب ومنهم اللي عرفته الوحيد احمد نادر السيد الحارس المحترف في البرتغال. دخل كانوا عايزين يدخلوا يعملوا حاجه عندنا في المكان، دخلوا ورجعوا قالوا له احنا عايزين كابتن جنش يسلم علينا. لما جه جنش قلت له يا جنش الولاد عايزين يسلم عليك، راح في نهايه التمرين وراح سلم على الولاد كلهم وازرهم واتكلم معاهم. بس اللي انا شايفه ان مفيش مسانده كافيه بالشكل اللي انا شفته. المنتخب ده هو ممثل مصر في البطوله، والبطوله دي ممكن بعد كده تروح منها لمكان احلى، والمجموعه مصر اللي على استاد القاهره لان في 3 مجاميع، اسماعيليه القاهره اسكندريه،
احنا واعيين كمجموعه في مجموعه قويه وصعبه جدا. حتى اتكلمت كان لو موجود اللي هو مشهور موجود وحماد انور وبعض الناس اللي موجودين مع المنتخب والكابتن محمود جابر، قلت لهم يا جماعه لازم تناشدوا الشركه الراعيه اللي هي شركه مثلا برزنتيشن، شركه تذكرتي، الشركه الافريقيه، ان احنا يبقى في توجيه للمدارس، في توجيه للمؤسسات، في توجيه للجامعات، وان احنا ننزل بثمن التذاكر، لان عدم النزول بثمن التذاكر وعدم الدعم ده مش هتلاقي الناس دي موجوده. والولاد دول في سن التكوين، في سن تكوين الشخصيه، في سن تكوين النجوميه، في انه يقدر يقف على البساط صح، لازم ندعمهم وندعمهم بالشكل اللائق. انا قلت لهم هتكلم من خلال البرنامج ده بقى موجود في المنتدى، ان بناشد كل الناس، بناشد اتحاد الكوره، بناشد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، بناشد كل لجنه الانديه، بناشد الانديه كلها، الانديه كلها لو عندها شباب عندها قطاعات ناشئين يروحوا، يبقى في تنسيق ويبقى في نزول بثمن التذاكر، او لو هناك دعوات موجهه للهيئات والمؤسسات ان احنا كلنا نبقى خلف المنتخب ده، لان المنتخب ده هو امل الكره المصريه في الفتره اللي جايه. ده كان كلام انا كنت حابب اقوله على منتخب الشباب، لكن هم ولاد شاطرين، عملوا مثلا وصلوا لنائب بطولتين، مره نائب في السعوديه ومره نائب في الجزائر، بيحاول. وقلت قبل كده ممكن دول يبقوا بعضهم نواه لمنتخبنا الاولمبي ولمنتخب الوطن ان شاء الله في السنين اللي جايه. هستعد واطلع لفاصل، وبعد الفاصل اتواصل معاكم في الرومنتادا على شاشه قناه المحور. وعايز بس انوه النهارده يبقى معايا اتنين من ضيوفي النهارده، طبعا النقاد الرياضيين الاستاذ محمود باهي والاستاذ امير نبيل، في حوار مهم جدا عن مباراه الدوري العام المصري، النادي الاهلي ونتائجه في الفتره الاخيره، نادي الزمالك في دوري الابطال، فيوتشر وبيراميدز في الكونفدراليه الافريقيه، وبعض الامور التي تخص الكره المصريه. كل ده ولكن بعد الفاصل. رجعت تاني بعد الفاصل، وعن المشاركات الأندية المصرية في طبعا أبطال أفريقيا. نادي الزمالك بيستعد لمباراة المريخ اللي هي المباراة مهمة جدا اللي بتلعب في الأراضي الليبية. كنت اتكلمت في بداية مباريات الكونفدرالية ودوري الأبطال إن الفرق اللي لا حق المشاركة في دوري الأبطال أو الكونفدرالية في فرق كتير جدا ما عندهمش ملاعب وبيلعبوا خارج الأرض، ومنها بعض الفرق اللي خرجت خلاص من الادوار، يعني نادي الزمالك لعب مرتين خارج الارض، فيوتشر لعب مرتين خارج الارض. يعني اتمنى من الاتحاد الافريقي اللي دايما فرد عضلاته ودايما بيقول ان هو بينظم ودايما بيقول ان هو قوي في قراراته ودايما ان هو عايز يعمل بطوله ثانيه من يعمل بطوله من بطولتين من جواهم، الفرق اللي لها حق المشاركه في كونفدراليه او في دوري الابطال لازم يبقى لها ملعب، ولازم يبقى لها ملعب على ارضها، ولازم الملعب ده يبقى خاضع للمواصفات والمعايير. طالما انت دايما بتتكلم على المعايير، طالما انت دايما بتتكلم على اللي انت اصل كذا وراح وجه ولازم ولا ما ينفعش، ودي خلي بالك دي شركه الراعيه، لا خلي بالك ده الشركه الافريقيه اللي هي شركه مش الافريقيه اللي بتنظم اللي بتامن، لا الشركه اللي هي اللي بتدير وبتنظم البطوله، لا خلي بالك ده اعضاء الكاف، خلي بالك لا الاعداد، بتكلم على الحاجات دي كلها، بتحاول انك توصل لدرجه الكمال في حاجات تداري بيها على بعض الامور اللي انا شفتها بعيني في ملاعب افريقيه ترتان، ملاعب ما فيهاش اضاءه، ملاعب السحابه في مباراه فيوتشر وبطل اوغندا في الملعب عدت تقريبا 3 4 دقائق غطت الملعب كله ما حدش شايف حد. لما عايز تتكلم عشان تعمل كاس عالم كاس امم افريقيه افريقيه كاس انا اسف كاس دوري الابطال او الكونفدراليه، ذاكر صح، ذاكر صح عشان انت لما تيجي تفرد عضلاتك وتتكلم وتقول ان انا بنظم وانا الابر هاند بتاع الكره في افريقيا وانا اللي بقدر اقول ودي دوله الكره في افريقيا، خلي دايما قوانينك تمشي على الصح، مش انت تكيل بمكيالين. يمكن اتكلمت برضو قبل كده وقلت الكلام ده لان الكلام ده ما عجبنيش بصراحه. ليه؟ لان انت لو تشوفهم في ظل الوقت اللي احنا فيه
في ظل الأزمة العالمية الكبيرة اللي تملي بها كل الدول المغالاة الكبيرة جدا او يعني او غلاء، مش هنقول مغلاء، غلاء اسعار النفط، ده بيأثر على اسعار تموين الطائرات، وتموين الطائرات بيخلي الامور تبقى اكتر. تذاكر لبلاد مش هقول بعينها كانت 4-5 آلاف جنيه، حالا ب 18-20 ألف جنيه تذكره عاديه، ايكونومي عاديه جدا. عشان تروح افريقيا لازم تروح ترانزيت من خلال اديس ابابا وتطلع تاني تروح بلد تانية. يعني ما دي كلها حاجات بتبقى ممكنه جدا لو انتم شايفين الفرق اللي شاركت في الكونفدراليه، منها مثلا زي فيوتشر، هتشوف اللعيبه النهارده تحس انهم مجهدين، ساعات طويله قوي في الطيران، وبتيجي بالليل وصلوا الساعه 1، تاني يوم الساعه 5 كان عندهم تمرين، بعدها بيومين في مباراه في الدوري، بعدها بثلاث ايام كمان او يومين في ماتش في الكونفدراليه، بعدها بشويه هتلعب ماتش فيوتشر، لعب المقاولين، وبعد المقاولين يسافر على المغرب في رحله طيران ثانيه كبيره واقامه ويرجع تاني. ده كلامي كنت حابب اقوله او بسجله. زي الاتحاد الافريقي ما عايز يعمل بطوله عشان وراها سبونسر، وراها بعض الامور، اخترت انديه، ماشي، حقك انك تختار الانديه اللي تشارك في البطوله، بس لما بتعمل بطوله ثانيه قوي بطولتك الاصليه. قوي البطولة اللي هي دايما بقالها سنين طويلة، كان دوري أبطال، دوري أبطال الكاس، وكان ده بس فريقين تقريبا أو فريق واحد كان بيشارك أو فريقين اللي بيشاركوا من أي بلد. حالا أنت فتحتها، شطارة ماشي، بس لما تيجي تعمل بروجكت ولازم تعمل الأبعاد بتاعته لازم تنجح في الآخر، ويبقى البرواز بتاعك برواز شكله كويس وشكله شيك. نادي الزمالك بيلعب في ليبيا، كل التوفيق لنادي الزمالك في البرتغال أمام المريخ. طبعا معانا تصريحات طبعا لفيريرا النهارده اتكلم فيها اهو، يمكن اتكلمت وجت صوره، ودي لقطات لتدريب نادي الزمالك النهارده، واللي شفناه ان محمد صبحي لعب الماتش اللي فات. هل محمد صبحي هو يبقى حارس نادي الزمالك؟ هناك بعض التغييرات في بعض المراكز، نتمنى لنادي الزمالك التوفيق. نادي الزمالك كان بيمر بعثرات في الفتره الاخيره، بعض المباريات اللي ما وفقش فيها في الدوري العام المصري، لكن النهارده الزمالك هو ممثل مصر، كلنا خلف نادي الزمالك. كان فيريرا له تصريحات النهارده بيتكلم على، يقول مباراة المريخ ستكون صعبة، والزمالك سيخوض اللقاء من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط. الخسارة أمام شباب بلوزداد لم تكن في الحسابات، الزمالك كان الأفضل ولا يستحق الخسارة بركلة جزاء مشكوك في صحتها. أفكر الجميع أن الزمالك بطل الدوري والكأس لموسمين متتاليين، ولم نحكم على اللاعبين من خلال شهر في بعض التعثرات. الزمالك شبه مكتمل الصفوف، والغيابات الموجودة بصفوف الفريق لها بدائل على نفس المستوى، وأثق في قدرتهم. لم نعتد على خوض المباريات في الثالثة عصرا، ولكننا نتدرب في هذا التوقيت للتعود على أجواء المباراة، وملعب اللقاء أصغر حجم قانوني مسموح به في الملاعب الرسمية، ولكن الفريق قادر على التعامل بالطريقة المناسبة. كل فرق تلعب على ست مباريات في دوري المجموعات من اجل التاهل، ولكن تحدث مع لاعبي الزمالك باننا نلعب خمس ولكن تحدثت مع لاعبي الزمالك باننا نلعب على خمس مباريات من اجل التاهل، وكان المباراه الاولى لم تكن المباراه اللي هي كانت هزيمتها من شباب بلوزداد. عزف عن حتى يمكن قلتها، ما كنتش لسه شفت التقرير او التصريح بتاع فيريرا، اللي هي لم نعتد خوض المباريات في الثالثه عصرا، ولكننا نتدرب في هذا التوقيت للتعود على اجواء المباراه، وملعب اللقاء اصغر حجم قانوني مسموح به في الملاعب الرسميه. انا ما كنتش شفت ده بامانه، يعني بتكلم على حاجه انا شفتها، وبعض الملاعب حاجات انا شفتها بعيني، ولا تليق انك انت كبلد زي السودان الشقيق انك مش قادر تلعب على ملعبك، بتروح تلعب في الدولة الشقيقة ليبيا، ده برضو مش مشكلة، بس المفروض لكل طبعا بلد يبقى ليها لعيبة موالين. معانا كابتن حمادة طلبة نجم منتخبنا الوطني ونادي الزمالك للحديث عن مباراة الزمالك القادمة مع المريخ. كابتن حمادة أهلا بيك. أهلا بيك يا كابتن محمد، إزاي حضرتك؟ تحياتي لحضرتك ولكل المشاهدين. الزمالك ومشاركته في دوري الأبطال أمام المريخ في الأراضي الليبية، شايفها إزاي؟ طبعا خلينا نقول مبروك الماتش اللي فات في الدوري، كانت مباراة صعبة جدا. أنت عارف يا كابتن محمد إن الزمالك بيمر بظروف صعبة جدا، اللي أنت ما ينفعش فرقة بطل الدوري السنة اللي فاتت، وفرقة معاها مدرب كبير ونادي كبير، ما
ما ينفعش اللي هو يتغلب كم ماتش ورا بعض، دي بتبقى مستحيله كره القدم. تمام. انما طبعا بتبقى بالنسبه لنا اللي انت في مشاكل، مشاكل في الاداره، مشاكل في القيد، مشاكل في الحاجات دي، كل ده بيأثر على اللعيبه. دايما اللاعب بيحب يلعب في المناخ اللي هو ما يبقاش فيه مشاكل. انما انت برضه معاك مدرب محترم قادر يلم الدنيا ان شاء الله باذن الله، وربنا يهدي الامور، تبقى الدنيا في الجهاز الفني الدنيا تمشي مظبوط. انما احنا عندنا ان شاء الله ماتش مع المريخ وماتش في ليبيا وماتش صعب جدا. انت عارف ان انت خسرت اول مباراه في دوري المجموعات، بس معانا برضه زي ما بقول لك المدرب اللي يطلع من اللعيبه بمكسب بعد كل المشاكل ديت بالطريقه ديت وبالاداء دوت، ان شاء الله احنا قادرين نعدي. هيبقى ماتش صعب جدا جدا على الفرقه. انما احنا تعودنا وتعودنا مع مستر فيريرا بالمناخ الصعب. يعني احنا كان عندنا واحنا بنلعب في بطوله الكونفدراليه مع مستر فيريرا كنا بنعاني جدا، اللي احنا كنا خسرنا 5-1 في ماتش النجم الساحلي وقدرنا نرجع وعملنا ماتش هنا الناس كلنا اشادت بينا. وهو راجل بيعرف يتعامل مع ماتشات في افريقيا، وهو عارف انت البطوله ديت كان يقعد يقول لك البطوله ديت بطوله صغيره لازم تحقق فيها النتيجه، تحقق فيها المكسب. هو كان بيبقى بيركز جدا ان انت تكسب اي مباراه بره، وفعلا الحمد لله احنا برضه معاه كسبنا الدفاع الحديدي في المغرب 3-2، وكنا عاملين ماتش كبير جدا جدا. يعني انا بقول لك كل اللي انا بقوله لك اللي هو قادر ان هو يعدي المرحله دي باذن الله. كابتن حماده، ما هي نقدر نقول اهم النقاط اللي بتخلي الزمالك يعبر مباراه المريخ؟ اللي انت تبقى راجل في الملعب. يعني احنا نادي الزمالك الماتشات اللي فاتت اللي هو كان بيعاني منها اللي انت ما فيش رغوره زي الاول، ما فيش اصرار اللي انت تكسب، كان في مشاكل يا كابتن، مشاكل كبيره جدا. انما هم قادرين ان شاء الله اللي انت بتلعب تنزل مركز اللي انت تاخد الثلاثه بونت، تنزل تلعب برجوله، واحنا الحمد لله عندنا المقاومات ديت، عندنا لعيبه كويسه، عندنا خط هجوم كويس. انا بنصحهم اللي انت من اول دقيقه تكون مركز جدا، اللي انت ما يخشش فيه الجول الاول، هتقدر في اي وقت اللي انت تكسب. وكمان الارض يعني هنا المريخ ما بيلعبش على ملعب، وانت بتلعب ماتش بتلعب بليد، يعني ده برضه ديت ليك عوامل ان شاء الله اللي انت باذن الله تعمل مباراه كبيره. بنصح سيفي الدين الكبيري وزيزو والناس اللي هي قدام، اللي انت من اول دقيقه اللي انت تكون مركز، اي فرصه تستغلها، اي فرصه قافل عليها، ده ان شاء الله باذن الله يخلي نادي الزمالك ان شاء الله يحقق المكسب باذن الله. نقدر نقول ان شاء الله في حاله فوز نادي الزمالك ان شاء الله نقدر نقول ده عوده للضبط النفس، عوده للثقه مره اخرى لنادي الزمالك. اكيد طبعا يا كابتن محمد، انت عارف الماتشات ديت بتدي ثقه للعيبه جدا، وبالذات اللي انت بتلعب في دوري الابطال ودوري مهم جدا، انت الناس كلها بتبقى مركزه. احنا نفسنا اللي احنا نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك ليه حق عليك، اللي هو الجمهور الحقيقي ليك، الجمهور اللي بيساندك، اللي انت تبقى تقاتل عشان خاطر جمهور نادي الزمالك وعشان خاطر اسمك وعشان خاطر نادي الزمالك. يعني انت لازم تقاتل من اول دقيقه. البطوله دي يا كابتن بتبقى مستنينا، اللي احنا نفسنا نشوف نادي الزمالك بينافس وبياخد البطوله وبيلعب في كاس عالم الانديه. لازم يكون عنده الطموح ده، اللاعب لو ما عندوش الطموح ده خلاص، يعني انت ما هتعمل ايه بعد كده. انما هم باذن الله الماتش ده وتهدي لهم ثقه باذن الله اللي هم يخشوا في المنافسه ويرجع لهم الثقه في الدوري، والدوري لسه في الملعب، يعني الدوري لسه عليه بدري. وبنصح اللعيبه اللي هي الشباب اللي احنا كنا بنشيد بيها السنه اللي فاتت، اللي هم يراجعوا انفسهم ويرجعوا ويكسروا الدنيا ان شاء الله باذن الله زي ما هم كانوا متعودين. انما شايفين الحمد لله فاروق جعفر بياخد رقم المباراه الماتش اللي فات، سيف ودي بدايه يعني ان شاء الله. سيف فاروق جعفر يعني شايفين ما شاء الله ماشي كويس جدا وبيقدم بشكل كويس. اتمنى اللعيبه اللي احنا كنا بنشتكي فيها اللي هترجع ان شاء الله اللي تاخد ثقه باذن الله. كابتن حماده طلبه نجم منتخب مصر ونادي الزمالك، بشكرك شكرا جزيلا. ده كان حوار مهم جدا، لكن انا يمكن التقرير كان جاي، كنت بشاور على اعتقد ان ده ريكاردو اللي كان المدير الفني السابق. ايوه ريكاردو، لو جبنا الصوره مره تانية لانه برضو كان له تجارب كبيره جدا في السودان قبل كده. اهو ده ريكاردو، ده المدير الفني الاسبق لنادي الاسماعيلي، هو بيحب السودان ودايما اشتغل مع المريخ كتير، مع الهلال، مع المريخ السوداني فتره كبيره. كمان طبعا بس عايز انوه ان مباراه نادي المريخ السوداني ونادي طبعا الزمالك
يوم 17 الجمعه الساعه 3 عصرا على ملعب شهداء بنينه بليبيا. بنينه ده في بنغازي، في بنغازي طبعا، ده شهداء بنينه اللي هو جنب المطار، هو مطار بنينه الدولي في مدينه بنغازي. نتمنى لنادي الزمالك كل التوفيق. طبعا كمان يعني امام عاشور نزل بديل في مباراه سبورتنج لشبونه وسجل هدف، طبعا يعني حاجه والله بتفرح، يعني حاجه جميله، ودي صورته معانا، ده احتفاله بالهدف، ان تملك التوفيق وتقدر تعيد امجاد محمد زيدان مع اف سي ميشلاند الدنماركي، لان زيدان ومصطفى محمد مع فرقته صنع هدف امام يوفنتوس، يعني يوفنتوس اعتقد ان كل دي الامور طبعا كل لاعبينا المحترفين هي ما هي الا نواه مهمه جدا جدا للمنتخب الاول ان شاء الله بكل توفيق. ده اللي معانا في الصوره لاعب مكافح، لعب ده فتره من الفترات كان يعني بعيد، لعب لطنطا وجاله اصابه وبعد كده رجع للزمالك، رجع يعني نتمنى دايما لامام عاشور ومحمد طبعا صلاح وده مصطفى محمد وعندنا النني يرجع تاني بالسلامه ويشارك تاني، عندنا كوكا ورد، نجوم كتير جدا نتمنى كلهم التوفيق. وتريزيجيه هرجع تاني بقى طبعا في نبيل معلول، تعليق نبيل معلول على رد الكاف باعتماد نتيجه فوز الترجي. معانا موجوده خبر اعلن نبيل معلول المدير الفني لفريق الترجي تاكيد فوز فريقه على المريخ السوداني بنتيجه 1-0 في الجوله الاولى للمجموعه الرابعه بدوري ابطال افريقيا. وكتب معلول على صفحته الرسميه بموقع فيسبوك: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الكاف يقر بنتيجه الميدان امام المريخ السوداني في لقاء الجوله الاولى من مجموعات دوري ابطال افريقيا. وقد تقدم المريخ بشكوى رسميه للاتحاد الافريقي كاف بداعي مخالفه الترجي القانونيه باجراء تبديلات في 4 فترات وليست 3 فقرات كما يقر القانون. المهم في الاخر طبعا الحكم فيها طب راح لنادي الترجي التونسي. طيب هي دي كره القدم، لسه سبحان الله يمكن الكلام مربوط ببعضه، ده خطأ اداري مثلا، هم كانوا بيعتمدوا ان ده خطأ اداري، هو ده برضه فيها جهل باللوائح، جهل او عدم درايه عشان يبقى اللفظ اشيك، عدم درايه باللوائح والقوانين. كمان ترتيب مجموعه الزمالك معانا، طبعا الترجي في المركز الاول 3 نقاط، شباب بلوزداد في المركز الثاني 3 نقاط، الزمالك والمريخ في الثالث والرابع طبعا 0 نقاط. نتمنى ان تكون مباراه الزمالك امام المريخ على ملعب شهداء بنينه بمدينه بنغازي بليبيا هي مباراة العودة لنادي الزمالك إن شاء الله، إنه يرجع تاني يعبر عن نفسه في بطولة دوري الأبطال اللي بيلعب فيها. من طبعا من نادي الزمالك في دوري الأبطال إلى نادي الأهلي اللي سافر السودان في مباراة برضو مهمة جدا أمام الهلال السوداني، وبرضو حاجة عجيبة المباراة كمان من غير جمهور، يعني كرة القدم اتخلقت للجماهير عشان الجماهير تتفرج. انا مش بقول ده عشان يعني ممكن الناس تقول لك بتقول الكلام ده والاهلي هو اللي بينافسهم او هو بيلعبهم، لا انا بقول ان دي متعه كره القدم ان يبقى فيها جماهير. مباراه بلا جماهير يعني هي مباراه في اطار التقسيمه الوديه، حد ينفع يروح مسرح او يكون عليه اهم الممثلين على مستوى العالم وابرع الممثلين ويعرض للكراسي؟ برضو تبقى صعبه جدا، حاجات اتمنى انها يعني تتغير في الفتره اللي جايه. الاهلي هيلاعب الهلال السوداني الساعه 3 يوم 18 السبت في الجوله الثالثه للمجموعه الثانيه على ملعب الجوهره السوداء الزرقاء بالسودان. دي لقطات لنادي الاهلي حاله طبعا ده في مطار القاهره قبل السفر، وطبعا منه وصوله الى طبعا الى السودان الى الخرطوم. في يعني نتمنى النادي الاهلي ده لقطات طبعا كابتن عبد الحفيظ واحمد معاها أفشا هاني، ده لقطات حسين الشحات، بنتكلم طبعا على النادي الأهلي. يعني الراجل استبعد سافيو وظهور قندوسي وعودة شادي حسين أهم ملامح قائمة الأهلي ومواجهة الهلال. صاحب المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي: قائمة تضم 22 لاعب في رحلة السودان لخوض لقاء الهلال السوداني بعد غد السبت في دوري الابطال. شهدت قائمه الاهلي غياب ايمن اشرف لاسباب فنيه، والبرازيلي برونو سافيو بداعي اصابته في بالام في الركبه،
مشاهد القائمة، ظهور الأول للجزائري أحمد قندوسي لاعب الوسط المنضم من وفاق سطيف كما عاد شادي حسين. فضل الجهاز الفني اصطحاب خالد عبد الفتاح رغم غيابه عن مباراة الهلال بسبب العودة إلى أسوان استعدادا لمواجهة طبعا أسوان يوم الثلاثاء المقبل بالدوري المصري. شكلهم الأهلي هيرجع على أسوان في طبعا إن شاء الله هيرجع على أسوان. معنا طبعا معانا واحد من نجوم كرة القدم المصرية والنادي الأهلي، واحد من اللي احترفوا في فرنسا، نجمنا الكبير كابتن أحمد أبو مسلم. أبو مساء الفل حبيبي، عامل إيه؟ ده صحتك. النادي الأهلي أمام المريخ السوداني في مباراة بدون جمهور. أكيد طبعا ماتش صعب جدا، أنت عارف البدايات بتاعت أفريقيا. طبعا النادي الأهلي حمل اللقب، النادي الأهلي على طول البطولة المفضلة أو المحببة لكل جماهير النادي الأهلي هي بطولة أفريقيا طبعا. فاكيد مواجهه صعبه شويه، بالذات انت عندك بتلعب نادي بتلعب في السودان نادي الهلال، فالنادي نادي كبير، نادي عنده امكانيات نوعا ما، بيبقى فيه تروح التحديات على طول في المطوشه معاهم. فطبعا البدايه بتبقى صعبه شويه. نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يؤدي اداء مميز اللي هم متعودين عليه، بالذات بعد كاس العالم للقارات، يعني كاس القارات اللي هو كاس العالم للانديه والمظهر اللي احنا في الاخر ضلنا فيه بشكل كويس. فطبيعي النادي الاهلي الفترة اللي جاية إن شاء الله يقدر يعمل أداء كويس مع كولر، وشايف الراجل إن شاء الله نوعا ما الأخبار كلها ماشية في الطريق الصحيح يعني إن شاء الله. كابتن، نقدر نقول دوافع وبعض نقول الثقة اللي خدناها من خدتها لاعبي النادي الأهلي من في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، نقدر نكون يبقى لها الفارق في الخبرات، الفارق في المشاركات الأفريقية ما بين لاعبي النادي الأهلي ولاعبي نادي الهلال؟ طبعا انت عندك الثقه دي كبيره جدا. انت عندك مثلا واحد زي حسين الشحات رجع بمستواه 70-80% رجع للتصورب تاني. عندك لعيبه كانت بقى لها فترات، محمد هاني ما كانش بياخد لسه الصفه الاساسيه بقى له فتره، ابتدى يرجع تاني مستواه المعهود تاني. عندك الثقه اللي موجود ورا، عندك محمد عبد المنعم محمود متولي بقى عندهم ثقه بشكل كبير جدا. فعندك لعيبه مميزه جدا موجوده، حمدي فتحي ابتدى يفوق تاني. فبنتمنى ان شاء الله اللي هي البدايات زي ما قلنا، البدايات بتبقى صعبه شويه. البدايه اكيد النادي الاهلي انت عارف كل الفرق كلها بتبقى بتخسر النادي الاهلي، فشايف البدايات هتبقى صعبه شويه، بالذات الخصم بتاعك وعارف كل كبيره وصغيره وكانك عايش معاك في مصر، فعارف عندك اصابات مين، عندك ايقافات مين، عندك عارف لعيبه مميزه مين. بس الميزه من الكلام ده كله ان شاء الله نتمنى ان شاء الله الماتش يكون بدون جماهير، يعني الماتش الطبيعي اللي هو الناس كلها بتقول لا المباراه من غير جماهير يا كابتن. بس هي دي اللي هي كانت الدافع هناك، عشان احنا لعبنا هناك. بس انا شايف يعني معانا على الشاشه وانت حضرتك بنتكلم معاك جماهير الجاليه المصريه بضربه الاهلي في الخرطوم، يعني بيستقبل البعثه، ده برضو حاجه جميله. يعني هم يعني فين وفين لما يجي النادي الاهلي يشارك في السودان، يعني بس دي امور خاصه بدوله المقام على ارضها المباراه والاتحاد الافريقي، ما لناش دعوه بيها. طبعا انت عارف احنا اصدقاء السودان، احنا ناس مميزه على طول، علاقاتنا كويسه جدا حتى لما كنا بنلعب مع النادي الاهلي هناك. هي النقطه كلها اللي كنا بنتكلم فيها هي الحماس والقوه اللي كل لعيب عايز يثبت نفسه قدام النادي الاهلي. اللقاء ده بيبقى صعب جدا، بيبقى فيه حماس بشكل كبير جدا، بيبقى فيه قوه، بيبقى فيه البدايات. انت خلي بالك لما بتكسب اول ماتش بمكسب كويس بتسمع كلها في المجموعه كلها النادي الاهلي ابتدى يشتغل ازاي. فنتمنى ان شاء الله هي البدايه ان شاء الله تبقى مؤثره بشكل كويس، النادي الاهلي يقدر يخلص الماتش بشكل كويس. الماتش هيبقى صعب جدا، هيقابل خصم عنيد عنده قوه وعنده سرعه، عارف مفاتيح لعبك ازاي. فشخصيه النادي الاهلي لازم تظهر في المواجهات الصعبه دي. كابتن احمد، ما ينفعش وحضرتك معايا ما اسالكش عن الخبر اللي جاي لي عن شهاده قائمه الاهلي غياب ايمن اشرف لاسباب فنيه، والبرازيل برونو سافيو بداعي الاصابه بالام الركبه. لا، هو ايمن اشرف طبعا اكيد بقاله فتره مش موجود، بس يعني مش هنعرفش الموقف ايه بالظبط. بس احنا بنتكلم على برونو طبيعي، يعني برونو بقاله فتره مش مميز او مش ما خدش بلغه الكوره، خدش عينك يعني في الفتره اللي هو كان بيلعب فيها، او خد اللي كان الناس مستنيه منه او جماهير النادي الاهلي مستنيه منه. فنتمنى اكيد طبعا الفتره اللي جايه يبقى موجود على قد الحدث. انت جاي نادي كبير فلازم تتفاوض نفسك، يعني لازم تشوف لو نزلت ربع ساعه او بدات لازم تبقى مؤثر، عشان كلها انت عارف في ناس محترفه، يعني علي ديانج ما حدش يقدر يتكلم، علي معلول ما حدش يقدر يتكلم، انت فاهم؟ في لعيبه مميزه عملت ثقه بينها وبين الجماهير، فلازم تكسب جماهير النادي الاهلي، فلازم تكسب الثقه دي. عندي سؤال من شقين، الشق الاول هل ملف التعاقد مع الاجانب في مصر محتاج نظره ومحتاج حد يبقى يعني مميز وعينيه حلوه؟ ده واحد. اثنين، الاهلي لما تعاقد مع لعيب برازيلي وانت بتجيب لعيب برازيلي وحدث ولا حرج لما بتقول لعيب برازيلي، يعني المهاره يعني التهديف يعني اللياقه يعني الاداء الكويس جدا،
هل الاهلي لما اتعاقد معاهم ما كانش شايفهم بالشكل اللي يعني الواضح؟ بص زي ما انت قلت بس في هو السؤال دوت يعني في شقين زي ما انت قلت. الشق الاولاني اللي هو اللي بنتكلم فيه، لو انت عايز تجيب لعيب محترف او لعيب قوي بتعمل حاجه اسمها لجنه من سكاوتنج، اللي هو فيه 3-4 موجودين من الناس زي لجنه كوره مصغره كده، هي اللي بتروح تشوف كل واحد يكتب تقرير عن اللعيب اللي هو مثلا بنتكلم على برونو سافيو، لازم انا اروح اشوف والتاني يروح يشوف والتالت يروح يشوف وتشوف التقارير كلها، كل واحد بيكتب تقرير لوحده، انت فاهم ازاي؟ يعني بتتابعه مثلا من صفه من مساحه كبيره، بتتابعه مش على مش ماتش كويس واروح واخده، لا انا بتابعه مثلا على 6-7 شهور على سنه، بشوف الراجل ده عامل ايه، زي ما في اوروبا بتيجي تختار لعيب مصر خلي بالك. فلازم اعمل لجنه هي اللي تعمل حاجه زي كده وتبص على حاجه زي كده، كلنا مفيش حاجه لا حدش بيعتمد دلوقتي يا كابتن عباس على النظر. هو المفروض والطبيعي لما بتتابع حد بتتابعه لمده 6 شهور او سنه بتشوفه. ايوه لازم تشوفه، هي الموضوع مش عشوائي في ثانيه، فانت لازم بقول لك لازم كل لجنه متخصصه في حاجه زي كده، لازم ناس كانوا لعيبه عاليين جدا عندهم الفكر التطوير، خلي بالك اللي تتكلم دلوقتي الكوره في مصر عامه لازم يكون فيها تطوير في جميع المراحل وجميع الناشئين وجميع الفرق اللي موجوده، فطبيعي ان انا ما اجيب لعيب مميز او لعيب هيضيف لي للكوره لا اما يضيف لي لا اما ما اجيبوش. طيب يعني نقدر نقول ان ملف الاجانب في مصر محتاج نظره، لان احنا انت عارف اللعيب السوبر قوي في افريقيا بيطلع بره ما بيجيلكش. هي بص والله بس زي ما تقول اللعيب السوبر قوي في ناس لعيبه سوبر كويسين جدا، يعني جينا نتكلم مثلا واحد زي جون بوكا ده برضك بقلل المصاريف كان موجود في نادي انبي، انت فاهم الموضوع ازاي؟ هي بنتكلم في الاول والاخر على شغل اللي انت تطوير بتطور نفسك ازاي؟ بيبقى عندك ناس بتتكلم لغات ازاي؟ عندك ناس تقدر تسافر وتشتغل، عندك اعمار صغيره تقدر تسافر افريقيا وتجيب لك لعيبه، ما انت بتشوف مثلا زي نادي مثلا كذا نادي ستراسبورج اللي كنت فيه دوت، نادي عنده اكاديميه كبيره ومدربين بيروحوا بياخدوا من مثلا من غانا بياخدوا من نيجيريا، كل بلد افريقيه ليها ناس بتبقى موجوده شغاله فيها، وفي الاخر عشان ده يمدك باللعيبه المميزه. فعشان كده بنتكلم فيك، انت بتتكلم دلوقتي الفتره الجايه موجوده مفيش حد مميز موجود في مصر، يعني اي محترف موجود في مصر مفيش حد مميز، مفيش الا ديانج بس هو المفروض. عندي خبر يعني كنت اقوله بعد ما كنت بخلص مع حضرتك، بس هو مرتبط ببرونسافيو. برونسافيو تلقى عرض من بوليفار الفريق اللي كان بيلعب فيه قبل كده، يرجع تاني؟ والله يا ريت، احنا نتمنى طبعا، نتمنى طبعا خلي بالك احنا نتمنى اللي هو يعني 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 سؤال، يعني انت لو راجل مسؤول مدير فني او في لجنه التعاقدات وشافك انت جبت لاعب وحسيت ان اللاعب ده عامل زي البطيخه اللي طلعت مش حمراء بلون تيشيرت النادي الاهلي، تقفلها وترجعها لاصحابها تاني ولا تاكلها بقى وخلاص وتستطعم باي حاجه؟ لا هي بص دلوقتي الكوره دلوقتي فيها هو ماركت بس بتتكلم فيه سوق كبير. انت دلوقتي تتكلم وارد اكون جايب لينك كبير بس مش موافق عندي، بس يبين عليه اللي هو لعيب كويس، فاهم الموضوع ده؟ فانا شايف دلوقتي لا هو الموضوع مفيش ما اداش الانطباع. انت بتتكلم على اول كلامك انا اخد من كلامك اتكلمت عليه المدرسه البرازيليه اللي هي ام الكره اللي موجوده في العالم كله، انت فاهم الموضوع ازاي؟ اللي هي اصل الكره كلها. فانت بتتكلم ان انا لما يكون عندي لعيب مش عامل لي الفرق او مش قوي، الناس اللي عندي احسن وانا دفعت فيه بسعر كويس، لا انا اللي هيبقى اولادي احسن، يبقى مثلا زي زياد طارق ده يكون ليه تواجد، يبقى ليا الناس الثانيه اللي موجوده، يبقى اللي زياد طارق اللي هو مشي راح اعاره. يعني هنرجع تاني يا كابتن نقول ودك منين يا جحا؟ نفس السؤال ونفس البتاع، اوديه باليمين وارجع اجيبه بالشمال؟ طب ما هو عندي كنت اديته الفرصه وهو سواريش لما كان موجود يعني قدر يعني. بس انت قلت نقطه بردك نسيت ارد على السؤال بتاعك اللي هو ايمن اشرف مش موجود، طب هو محمد اشرف في الباك ليفت اللي كان موجود كان ممكن ياخد معلم معلول خامه كويسه، خامه مبشره يقدر يشد الفتره اللي جايه. انا بقول لك النادي الاهلي في 3 اماكن لازم النادي الاهلي يدعمهم بشكل كويس. لازم يكون عندك باك ليفت مميز معلم معلول يقدر يبقى عنده حلول معالي لو حصل اصابه او ايقاف. لازم يكون عندك راس حربه على مستوى مميز جدا. لازم يكون عندك مثلا موجود داني باك رايت مع اكرم لما كان اكرم ما كان موجود. نرجع تاني نتعاقد مع احمد ابو مسلم مره تانية. بشكرك شكرا جزيلا نجم احمد ابو مسلم نجم مصر والنادي الاهلي. حسين شحات كان طبعا في رساله لفرونتينو بيريز ده طبعا معانا، هنشوف الرساله لو معاكم معانا على اليمين. هي كلمات العظماء دائما تكون كلمات مليئه بالحافز الايجابي والتقدير، كل الشكر على المشاعر الطيبة والاحترام والتقدير لسيد فلورنتينو بريز. ثانك يو مستر بريز، ثانك يو فيري ماتش. يعني ده اللاعب لما اهي لقطة لما بيلاقي التقدير من ناس قائمين على صناعة كرة قدم بجد بيبقى سعيد.
يعني الراجل ده حد اسم كبير، نادي من اكبر الانديه على مستوى العالم، واحد بيدير منظومه ولا اروع، انه يقابل حسين الشحات او يثني على ادائه. ده بيفكرني بنهائي بطوله افريقيا بين السنغال ومصر لما كوليبالي اعتقد قابل لاعب النادي الاهلي اسمه محمد، المهم محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم وكوليبالي، يعني الراجل بيتكلم معاه وبيشد من ازره وبيقول له انت لاعب مميز جدا، كمل على كده، ممكن تبقى في حته تانية بعد كده. هل هو كمل على كده وبقى اداؤه مميز ولو جاله عرض النادي الاهلي وافق؟ انا شك. عموما قائمه الاهلي معانا في السودان: حراسة المرمى الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء، الدفاع محمد هاني ومحمد أشرف، خالد عبد الفتاح ومحمود بتولي، محمد عبد المنعم، رامي ربيع، ياسر إبراهيم، علي معلول، الوسط قندوسي، أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية، حسين الشحات، طاهر محمد، طاهر محمد، مجدي أفشة، محمد فخري، أحمد عبد القادر، محمود كهربا، الهجوم محمد شريف، سادو حسين وبيرس تاو. كمان رغم كل ده في غيابات مهمة جدا طبعا للنادي الأهلي أمام الهلال: عمرو السلية إصابة، برونو سافيو إصابة ونقدر نقول يعني فنية، أيمن أشرف إصابات أسباب فنية، خالد عبد الفتاح إيقاف، كريم فؤاد إصابة، أكرم توفيق إصابة، الضوي منتخب تونس للشباب وانضمامه، عبد الرحمن رشدان منتخب مصر للشباب، رأفت خليل منتخب مصر للشباب، كريم الدبيس منتخب مصر للشباب. دي كانت قائمة غيابات النادي الأهلي. في بقى طبعا كمان معانا بقى ترتيب المجموعه: سان داونز في المركز الاول 6 نقاط، الاهلي لسه، القطن لسه، الهلال السوداني لسه ما عندوش نقاط لان المباراه كانت مؤجله بمناسبه طبعا مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. دي كانت امور كلها اتكلمنا فيها على امور تخص الرياضه المصريه، مشاركه الانديه طبعا المصريه في الكونفدراليه، وطبعا في دوري الابطال اهلي وزمالك في الابطال، فيوتشر وبيراميدز اللي هيلعبوا ان شاء الله يوم الاحد الساعه 6 على ملعب السلام في تاني مباراه اليوم في الكونفدراليه الافريقيه. هستعد بقى عشان اطلع لفاصل، وبعد الفاصل اثنين من النقاد الرياضيين الاستاذ محمود باهي والاستاذ امير نبيل في حوار مهم جدا عن الرياضه المصريه زي ما قلت قبل كده ونوهت كل ده، ولكن بعد الفاصل اوعى تروح في اي مكان. رجعكم تاني بعد الفاصل ومنضم لي اتنين من نقاد الرياضيين الكبار اللي دايما بنستمتع بيهم بارائهم دايما المعتدله والبناءه دايما. في البدايه طبعا الاستاذ امير نبيل، اهلا بيك. تحياتي ليك يا استاذ محمد، وسعيد ان انا متواجد معاك في البدايه. بس احنا سعداء وشرف لينا. استاذ محمود باهي اهلا بيك ومنور ونستمتع بيك ان شاء الله. استاذ محمد انا سعيد طبعا بحضرتك، ويا رب تكون حلقه كويسه، وتحياتي لكل مشاهدي قناه المحور والفريق العمل في الاعداد. استاذ امير هنبدا عن الفرق المصريه المشاركه في دوري الابطال والكونفدراليه، هنبدا بالنادي الزمالك والنادي الاهلي، وبعد كده نروح للكونفدراليه الافريقيه نادي فيوتشر ونادي بيراميدز. هنبدا معاك الاول بمباراه الزمالك مع نادي المريخ السوداني. يعني هي بالتاكيد زي ما حضرتك ذكرت في المقدمه مباراه مهمه جدا بالنسبه لنادي الزمالك، طبيعي بعد البدايه مش افضل حاجه بالنسبه لنادي الزمالك والخساره قصاد شباب بلوزداد الجزائري، طبيعي ان طموح نادي الزمالك ان هو يعوض عشان يحسن موقفه في جدول ترتيب المجموعه ويبقى له فرصه في التاهل عن المجموعه، لان الزمالك مر بسيناريوهات صعبه في اخر نسختين تحديدا من دوري الابطال. لكن ما ننساش برضو ان فريق المريخ فريق قوي وفريق منظم، قدر يعمل مباراه كبيره قصاد الترجي التونسي على ملعبه وسط جمهوره، خسر في الثواني الاخيره، فبالتالي ده بيزيد شويه من صعوبه المباراه. يمكن اللي بيقلل شويه من صعوبتها انها تعتبر على ملعب محايد، مش هنقول ان هو المريخ صاحب الارض في هذه المباراه، ولكن يعتبر ملعب محايد، ملعب شهداء بنينه في بنغازي في ليبيا. يمكن المريخ عنده يمكن افضليه نسبيه شويه انه وصل من يوم الاحد اللي فات في ليبيا وبدا يتدرب على الملعب في بنغازي. النادي الزمالك يمكن من يومين فقط وصل، ويعني خلاص الاربعاء الخميس بياخد مباراه عصر
الجمعه باذن الله. لكن بالتاكيد في تركيز كبير من جانب لعيبه نادي الزمالك والجهاز الفني ان هم يحاولوا يستغلوا الروح المعنويه بعد الفوز على سموحه في الدوري، ويمكن الفوز اللي عاد الثقه شويه في اللعيبه. يمكن اكيد حضرتك عارف لما بيبقى في فتره نتائج سلبيه بتهتز ثقه اللعيبه، فكره الفوز الغائب دايما بيحط اللعيبه تحت ضغط الاحباط، ان انا مطالب بالتعويض، مطالب ان انا اعود تاني للانتصارات واحسن موقفي، خاصه ان في ضغوط جماهيريه ايضا، الجماهير مش راضيه بشكل كبير عن يعني المنحدر اللي دخل فيه الفريق في الموسم من بداية يناير الحالي تحديدا. لكن بالتأكيد مباراة مهمة تقدر تعيد نادي الزمالك وهتفرق معاه جدا على مستوى الموسم، سواء بالنسبة للدوري أو بالنسبة لدوري أبطال أفريقيا. أستاذ محمود باهي، هل المباراة هتتفق مع الأستاذ أمير أن ممكن إن شاء الله في حالة فوز نادي الزمالك إن شاء الله يحقق الفوز إن شاء الله كممثل للكرة المصرية أن يعود الزمالك سبق عهده رغم التعثرات اللي قال عليها في الفترة اللي فاتت، ويعود الزمالك كما عودنا في السنتين اللي فاتوا؟ هو طبعا هتبقى مباراة الزمالك والمريخ مباراة مفصلية في موسم نادي الزمالك بالكامل، لا بديل عن فوز بالنسبة لنادي الزمالك، لأنه خاصة زي ما قال أمير بالظبط كده في آخر موسمين دايما بيبقى ترتيب مباريات الزمالك مش في صالحه شويه، لان تعتبر الفرصه الاخيره. بعد كده الزمالك هيلعب ماتشين باك تو باك مع الترجي، يعتبر هو من الفرق المرشحه لللقب، الفرق على طول بتوصل للدور قبل النهائي والنهائي. شفنا الموسم اللي فات كان ماتشين الزمالك الجوله الثالثه والرابعه كان مع الوداد، كذلك الترجي الموسم اللي قبليه او في اخر موسمين. فطبعا فرصه الزمالك في المباراه دي هتكون لا بديل عن الفوز. ممكن يكون اللعب بره السودان في مصلحه الزمالك شويه، هتقول ايه ملعب محايد بين الفرقتين، في افضليه للمريخ بالطبع بوصوله بدري، لكن نادي الزمالك امكانياته الفنيه وخبراته وشركاته طبعا، رغم ان برضه مدرب المريخ السوداني هيرون ريكاردو ده راجل عنده خبره كبيره جدا يعني عنده خبره، عارف الكره المصريه حافظها. لكن نادي الزمالك قدامه تحدي كبير جدا، وشايفينه منتشي مؤخرا بفوز على سموحه، فنتمنى طبعا التوفيق لنادي الزمالك ان هو يستغل الفرصه دي، لان هو بصراحه اي نتيجه غير فوز بالنسبه للزمالك انا شايف ان هو بنسبه كبيره بيضعف حظوظه في التاهل لدور الثمانيه. استاذ امير، فيريرا في المؤتمر او في تصريحاته قال ان الملعب ده من اصغر الملاعب من حيث القانونيه، الناحيه القانونيه او المساحه القانونيه، قال الحد الادنى. شايف ان ده ممكن مع وجود زي ما قال استاذ محمود باهي وجود المريخ بدري شويه ممكن ده يبقى من ضمن عوامل تعثر الزمالك الى حد ما في بعض الامور؟ بالتاكيد مفيش شك هتصعب الامور شويه على فريق نادي الزمالك، لان انت مش معتاد على النوع ده من الملاعب. يمكن حتى فتره من الفترات نادي الزمالك كان بيلعب على ملعب بيترو سبورت هنا في مصر، كان ملعب الى حد ما ضيق شويه محدود ومساحاته اضيق مثلا مقارنه بالاستاد القاهره. بس سمه الملاعب العالميه كلها بالظبط يعني خلفة. يمكن لكن الزمالك بقى له فتره الحقيقه بيلعب يا اما على استاد القاهره يا اما على استاد برج العرب على حسب مبارياته اللي بياخدها، فبالتالي بيلعب ملاعب واسعه. اي جهاز فني بيحب ان هو يبني خطته على بناء على المعطيات اللي عنده، المساحات اللي عنده نادي الزمالك من الفرق اللي بتحب تلعب في مساحات كبيره، بتحب تفتح لعب، بتحب يبقى عندها تنوع في المحاور الهجوميه. ده يمكن بيأثر بشكل كبير جدا لو الملعب ما ادالكش المساحه دي، ما ادالكش الادفانتج دي ان انت تبقى تقدر تفرض اسلوب لعبك، فده يمكن هيدي صعوبه شويه بالنسبه لنادي الزمالك مقارنه بنادي المريخ اللي وصل بقاله فتره وبيتدرب على الملعب بشكل كبير. برضو هيرون ريكاردو من المدربين اصحاب الخبرات في الكره الافريقيه، زي ما حضرتك ذكرت ان هو خبرته مع الاسماعيلي وزي ما باهي ذكر مع الكره السودانيه كتير، فبالتاكيد عارف كويس ازاي ان هو يتعامل مع الوضعيه اللي فيها فريقه. برضو تصريحات يمكن بضيف لحضرتك تصريحات ريكاردو، قال ان هو لا بديل بالنسبه له عن الفوز، وعارف ان الزمالك محتاج ايضا الفوز في المباراه دي. كمان كلام عمار طيفور لاعب خط الوسط نادي المريخ السوداني، كان اتكلم برضو عن المباراه وقال ان احنا ما كناش نستحق الخساره من ترجي في المباراه اللي فاتت، واحنا خسرنا بشق الأنفس، ولكن دي كرة القدم، وإن هو كل تركيز اللعيبة بينصب على الفوز في المباراة اللي جاية أمام نادي الزمالك. بذكر حضرتك برضو مريخ من الفرق المنظمة اللي عندها لعيبة كويسة جدا، عندها لعيبة برازيليين برضو أكتر من محترف برازيلي، منهم سوزا المهاجم البرازيلي رأس الحربة، عندهم في اللاعب أليكس سيلفا المدافع رقم 4 من اللعيبة المميزين، في 2 في خط الوسط. اعتقد ان ده بيدي افضليه كتير ان هو يقدر يتحكم في ايقاع اللعب حتى لو يعني ملعب المباراه مش افضل حاجه. طيب استاذ محمود، اقامه المباراه العصر
الزمالك قادر، الزمالك يعني متعود، وحتى كمان المدير الفني كان بيعمل تدريبات العصر. هل دي من ضمن يكون بعض الامور اللي تبقى يعني في صالح الفريق الاخر، ام نادي الزمالك بخبراته زي ما قلت التراكميه ومشاركاته وادائه ونجومه الموجودين على ارض الواقع اكتر بكتير من نادي المريخ؟ هو حاليا دلوقتي الاجواء الشتويه مش هتاثر اعتقد، يعني فكره الاقامه المباراه عصرا مش هتاثر كتير، الا بقى طبعا لو فتره الصيف كانت هتبقى صعوبة أكبر على نادي الزمالك. طبعا نادي الزمالك متمرس في البطولات الأفريقية، لعبته أكيد متعودة على اللعب في العصر، متعودة على اللعب بالليل. معظم ماتشات أفريقيا اللي بيلعبها الأهلي والزمالك بره بيلعبوها في أوقات العصر. يمكن دلوقتي الأجواء الليبية مش مختلفة كتير عن مصر، فأعتقد أن عامل التوقيت مش هيضر أي من الفريقين. لكن في نفس الوقت برضو المريخ السوداني هو بيمر بنفس فترة الزمالك، برضو خسران المباراة الأولى، هي نفس الصعوبات ونفس الضغط. بالعكس ده هو كمان دي المباراة بتاعته هو، لأنه هو بعد كده هيخش على ماتشين متتاليين مع شباب بلوزداد اللي هو من أحد الفرق القوية وأحد المرشحين اللي برضو متأهل، واللي هو طبعا عمل مفاجأة كبيرة، كسب نادي الزمالك في المباراة الأولى. فده يعني أربك حسابات المجموعة، مش هتبقى مجموعة سهلة، مش هيبقى ماتش سهل بالنسبة للترجي مع شباب بلوزداد اللي هو هيلعب المباراة الثانية في الجزائر. فأعتقد أن برضو المريخ بيلعب تحت ضغط شديد جدا. المباراة صغر الملعب وصغر حجم الملعب هتكون تفاصيلها يعني صغيرة جدا، ممكن تخلص بكرة ثابتة، ممكن تخلص بتسديدة. آخر أعتقد يعني آخر احتكاك بالملعب ده لعيبه نادي الزمالك كان مع منتخب مصر مع كيروش في منتخب ليبيا تصفيات كاس الامم او تصفيات كاس العالم من حوالي سنه او سنه ونص كده. والملعب هيبقى ضيق، هيبقى فيه مشكله كبيره جدا للمدربين الاثنين مش للزمالك بس، لكن اعتقد ان هي هتبقى تفاصيل صغيره. واتمنى يعني اتمنى نادي الزمالك يستغل التفاصيل دي، خاصه ان فيريرا متميز جدا في الكرات الثابته سواء الكورنرات او الكرات المخالفات اللي بتبقى على حدود منطقه الجزاء. وطبعا ان شاء الله نادي الزمالك قادر بعد الدفعه المعنويه اللي خدها من الفوز على سموحه ان هو يتغلب على كل الصعوبات اللي بتواجهه في مباراه المريخ. ان شاء الله الزمالك قادر، وان شاء الله كمان نقله الى الاهلي، والاهلي قادر ايضا مع الهلال السوداني. استاذ امير، الاهلي والهلال والاهلي المنتشي الى حد ما بعد الاداء المميز في كاس العالم وظهور المشرف للنادي الاهلي في كاس العالم الانديه بالمغرب في مباريات مثلا نيوزيلاند، وبعد كده سياتل الامريكي، وبعد كده الريال، وبعد كده فلامينجو. شايف ان كل دي امور مهيئه للنادي الاهلي اجواء فنيه كويسه؟ هو بالتأكيد في حالة من مش هقول يعني السعادة، لكن الرضا عن مشاركة الأهلي الأخيرة في بطولة كأس العالم للأندية. صحيح إن هو مش ما عادلش أفضل إنجازاته، النادي الأهلي كان حقق أفضل من كده في النسخ السابقة، ولكن في النهاية أنت لعبت أندية كبيرة، لعبت أندية عالمية، لعبت بطل أمريكا الجنوبية، لعبت بطل أوروبا. فإن أنت تلعب بالشكل الندية، إن أنت تحاول إن أنت تبقى ند طول المباراة، فدي يمكن أعتقد حالة يعني حاجة ترضي طموحات الجهاز الفني. خلي بالك لعب بطل اوروبا ولعب كونكاكاف ولعب امريكا الجنوبيه ولعب بطل اوكلانسيه بالظبط اللي هو اوكلانسيه اسمها اوكلانسيه هو اللي بطل بتاع نيوزيلندا اسمه ايه؟ اوكلاند سيتي. اوكلاند سيتي لعب اربع قارات بالظبط، بطل كونكاكاف بالظبط كده. يمكن برضو الفوز اللي حققه الاهلي على اوكلاند سيتي ثم على سياتل ساوندرز ادى حاله من يعني الطموح شويه عند النادي الاهلي وعند جماهيره ان هو يقدر يحقق حاجه اكتر من كده. لكن بالتاكيد في فوارق فنيه كبيره جدا ما بين ريال مدريد واي فريق في افريقيا، مش هقول بس النادي الاهلي، ولكن فدي اعتقد يعني الاهلي بيحاول ان هو ما بعد فتره كاس العالم الانديه ان هو يخش بقى في الاجواء الافريقيه مره ثانيه، يحاول يستعيد مره ثانيه لقب بطوله دوري ابطال افريقيا اللقب المفضل بالنسبه له. استاذ محمود، اكيد الاهلي بالخبرات التراكميه الكبيره ما بين بطولات قاريه او برونزيات كاس العالم للانديه ثم مع كولر السويسري ماشي بخطة ثابتة وبإعداد جيد بمباراة ودية ثم مباراة أفريقية ثم العودة إلى مباريات الدوري العام المصري ثم كأس العالم ثم العودة أخرى مرة أخرى إلى البطولات الدوري أبطال أفريقيا، شايف إن ده كل ده مجهود كبير ولا الأهلي عنده قادر إنه عنده توليفة يحتكها في أي وقت بيلاقيها؟ هو طبعا على الورق طبعا الأهلي عنده خبرات كبيرة جدا جدا، لكن في نفس الوقت أنا شايف مباراة الهلال السوداني مباراة صعبة جدا على الأهلي. كولر قدامه تحديات بدنية وذهنية وفنية. كولر قبل كأس العالم للأندية كان أقوى دفاع في الدوري، تقريبا الفرقه في كل ماتشاته دخل كل ماتشات الاهلي حوالي 7 اهداف او 8 اهداف، في مبارتين فقط ضد فلامينجو وريال مدريد 8 اهداف. فده طبعا اظهرت له مشكله فنيه في خط الدفاع،
واجب ان هو يعالجها. هتتكلم بعد كده كمان واجب ان هو يعالجها. دي نقطه. نقطه تانية برضو النقطه الذهنيه، انك خسرت مباراتين على التوالي، فخسرت مباراه ثالثه مثلا لا قدر الله ضد الهلال، هتدخل الاهلي في ازمه ثقه، فدي برضو هتبقى تحدي كبير جدا. يعني النقطه الذهنيه لبطوله منفصله غير البطوله الافريقيه برضو فيها يعني ارتباط، او فيها مثلا تاثير على الاهلي زي ما انت قلت في حاله مثلا الاخفاق لا قدر الله. مع كمان الاهلي الفريق الوحيد اللي في كاس العالم للانديه لعب 4 مباريات، وكان في رحلات سفر كتير بين طنجه والرباط، شفنا في غيابات كتيره حضرتك ذكرتها قبل ما نخش، سواء للاصابات او سواء للايقاف او سواء لانضمام منتخبات شباب سواء تونس او مصر، فطبعا ده عامل عبء كبير جدا. الاهلي لعب ضد اربع مباريات في كاس العالم للانديه في 11 يوم، زي ما قلنا في مشاكل فنية، في مشاكل ذهنية. كذلك فريق الهلال السوداني هو فريق عنده خبرات كبيرة جدا، فريق متحفز ليه، خاصة مع قرار الاتحاد الافريقي ان هو اقامة المباراة بدون جمهور، فمدي حافز اضافي للهلال السوداني ان هو عايز يثبت ان هو لا يعني اللي هو اتظلم زي ما بيقول. وفي نفس الوقت دايما زيارات النادي الاهلي للملعب الهلال السوداني او ضد الهلال السوداني في السودان الاهلي لم يحقق فيها انتصار، فعشان كده بقول ان المباراه دي مباراه صعبه جدا. كمان هتليها سلسله من مباريات الاهلي خلال اسبوعين او ثلاثه، هيلعب سبت ثلاث حوالي 6 أو 8 ماتشات في فتره قريبه جدا، عشان كده بقول الماتش للهلال السوداني مهم جدا ان الاهلي يخرج فيه بنتيجه ايجابيه، لان خاصه هتكون دي نقطه الانطلاق، لان الاهلي طبعا المباراه الاولى اتاجلت، وهيخش بعد كده في مباراتين ضد سان داونز اللي هو يعتبر المرشح الاقوى او الفريق الاقوى في المجموعه. طبعا برضو الهلال حاله حال الزمالك حال المريخ، الجوله الاولى خسر ضد سان داونز، المباراه الثانيه على ملعبه برضو بتمثل له مباراه الفرصه الاخيره، عشان كده شايف المباراه دي بالنسبه للنادي الاهلي اختبار صعب جدا. كولر عليه ان هو يحل المشاكل الفنيه في على مستوى خط الدفاع، يستعيد الهيبه الدفاعيه اللي كان عليها الاهلي. احنا بنقول قبل كاس العالم للانديه الاهلي لم يخسر ولا مباراه، الاهلي دخل مرماه حوالي 7 أو 8 أهداف في دوري وكاس وسوبر، سواء الكاس القديم او الكاس القديم او كاس السوبر، فاعتقد ان دي مشكله هيحلها كولر ان هو يخش فيه 8 أهداف في مباراتين وباخطاء، يعني هي كلفت الاهلي الكثير، اخطاء كانت اخطاء سهله وبسيطه. وفي نفس الوقت برضو على المستوى الهجومي شفنا معدل اهدار الفرص السهله كان اثر بشكل كبير جدا على مسيره الاهلي في كاس العالم للانديه، ولو ان على الورق المفترض يعني الجماهير ما تحزنش او تبالغ في الهجوم، على لان الفوارق الفنيه بين الاهلي وريال مدريد كبيره جدا 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 جدا. الفوارق الفنيه بين مش هنقول الاهلي وفلامينجو مش كبيره، بس برضو فلامينجو فريق شرس، فريق كره البرازيليه فريق كبير، فريق كبير وعندهم لعيبه دولين على مستوى يعني حتى المهاجم اللي في بنفيكا وانتر ميلان قبل كده، لا اللي عنده نجوم كبيره بالظبط يعني بنتكلم عن بيدرو جيرمي ده جاب 4 أهداف كاس العالم للانديه، الراجل دخل بينافس على هداف القرن في فلامينجو، باربوزا اللي جاب ركلتين الجزاء ده هداف القرن عندهم، في وراجل لعب في اوروبا، لعب في انتر ميلان، لعب في فيدال يعني عنده فيدال مثلا فيدال في مخزون خبرات كبيره جدا، فاتمنى ان الجمهور برضو لا يقصوا على اللعيبه بشكل كبير. كل التوفيق للنادي الاهلي والزمالك في دوري الابطال. استاذ امير جهز نفسك قبل الفاصل، سؤال مهم جدا، فيوتشر وبيراميدز في الكونفدراليه الافريقيه، وحديث مهم جدا مع الاستاذ امير نبيل والاستاذ محمود باهي، ولكن بعد الفاصل. رجعكم تاني بعد الفاصل، وما زال في ضيفتنا اتنين من النجوم الكبار النقاد الرياضيين الكبار، الاستاذ محمود باهي والاستاذ امير نبيل. كنت واجهت السؤال الاول الاستاذ امير نبيل بعد الفاصل، فيوتشر وبيراميدز في الكونفدراليه الافريقيه، يعني هو بالتاكيد مواجهه صعبه، مواجهه ساخنه وصدام مبكر قوي اكيد، يعني هو حاجه تسعدنا ان يبقى في اكتر من فريق في دور المجموعات في بطوله افريقيا، كنا نتمنى يعني يبقى كل فريق او نتمنى في الوضع الحالي الفرقتين يتاهلوا يعني ويوصلوا مشوارهم للبطوله، ليه لا نشوف نهائي ما بين بيراميدز وفيوتشر في الكونفدراليه. يمكن شفنا النهارده تابعنا الفرقتين لعبوا على مستوى الدوري، فوز فيوتشر على حرس الحدود، فوز بيراميدز على ام بي 2-1، يمكن فيوتشر عمل وان سايد جيم تقريبا قصاد حرس الحدود وتمكن ان هو فوز مستحق الحقيقه في
الدقائق الاخيره نفس القصه بالنسبه للبيراميدز بعد ما استقبل هدف من امبي قدر ان هو يحول المباراه لصالحه بهدفين. بشكل عام المباراه تبقى متكافئه بشكل كبير جدا، وان كان في تفوق نفسي شويه للفيوتشر ان هو ما خسرش قدام بيراميدز في 4 مواجهات جمعت ما بين الفريقين، مواجهه على مستوى كاس الرابطه انتهت لصالح فيوتشر، وثلاث مواجهات سابقه 2 انتهوا بالتعادل وواحده بفوز فيوتشر. اخر مباراه ما بينهم كانت في 11 يناير اللي فات انتهت بالتعادل 1-1. الفرقتين عندهم عناصر مميزه جدا، الفرقتين قادرين ان هم يوصلوا مشوار لابعد مدى في البطوله قياسا بباقي الفرق المشاركه في البطوله. في فرق مشاركه، في فرق تقيله في النسخه دي من الكونفدراليه، لكن الواضح ان في تصميم على ان هم يوصلوا لابعد مدى في النسخه دي من البطوله. وبالتاكيد التعادل بالنسبه لفيوتشر خارج ملعبه كانت نتيجه مقبوله، ان انت تقدر تتعادل في الظروف اللي انت خط فيها المباراه، في اجواء، في تحكيم، في كل ده قدرت ان انت تخرج بالنقطه دي، حاجه كويسه. بيراميدز ما قدرش ان هو يحقق الفوز على جيش الملك المغربي واكتفى بالتعادل بهدفين لمثلهم، فبالتالي ده هيزيد من اهميه المباراه دي. يعني الفرقتين عندهم نقطه لغايه دلوقتي، كل فرق المجموعه نقطه حتى الان مع اول جوله، فبالتاكيد اللي هيوصل للنقطه الرابعه ده هيفرق معاه في بقيه مشوار البطوله بالتاكيد. استاذ محمود، الوصول للنقطه الرابعه زي ما قال استاذ امير نبيل بالنسبه لفيوتشر او بيراميدز هو ده اللي هيخليه في المكانه القريبه جدا في دوري المجموعات. طبعا تحقيق فوز هيعزز فرص اي فريق، اللي هيحقق الفوز هيعزز فرصه، خاصه فيوتشر انا شايف ان هو محتاج اكتر الفوز، لان هو بعد كده الجوله الثالثه والرابعه ضد الجيش الملكي، والجيش الملكي السفريه اللي بعد مباراه القلعه. بالظبط كده. فالجيش الملكي طبعا هو دلوقتي ماشي في الدوري المغربي بشكل قوي جدا، نتائجه كويسه، فريق برضو عنده خبرات، كذلك بيراميدز عنده خبرات برضو في الكونفدراليه اكتر شويه من بيراميدز. شفنا وصل بيراميدز عنده خبرات اكتر من فيوتشر، بيراميدز وصل نهائي وسيمي فاينل، لكن في نفس الوقت فيوتشر فريق نحس ان هو اكثر شبابا شويه. خلي بالك كان قريب يفوز بالبطوله برضو اللي هو التحكيم، خلي بالك في الجوله الاولانيه مهد البركان. بالظبط. فدايما الانديه المغربيه بتثبت قوه شديده في بطولات الكونفدراليه، تكون حاضره في السنين الاخيره. فيوتشر وبيراميدز برضو بينهم صراع شرس على وصافة الدوري المصري، فبرضو شايفين احنا زي ما امير قال ماشيين راس براس، ده فوز ده فوز، ده تعادل ده تعادل. طبعا استغلالا لتراجع نتائج نادي الزمالك في الفترة الاخيرة، فالمباراة هتكون صعبة جدا ومهمة جدا في مشوار الفريقين. زي ما بقول حضرتك دايما الجولة الثالثة والرابعة دي بتكون فاصلة، فيوتشر محتاج اكتر الفوز من بيراميدز، ممكن بيراميدز حتى لو تعثر بتعادل او بخساره قادر ان هو يعني يحصل نقاط من المباراتين اللي جايين مع بطل الجابون. اعتقد فرصه يعني او يعتبر هو اضعف فرق المجموعه، لكن فيوتشر يكون في حاجه ماسه للفوز على بيراميدز. طبعا نتمنى التوفيق للفرقتين، ويتمنى ان هم يصعدوا للدور القادم ويكملوا المشوار لابعد مسافه، لكن وجب الحذر من الجيش الملكي، اللي فرقه قويه جدا، فرقه على ملعبها مش يعني انا اتوقع انها مش هتخسر ولا ماتش. زي ما حضرتك بتشوف ماتشات الانديه المغربيه على ملعبها في البطولات الافريقيه يكون الضغط الجماهيري بيقدروا ياثروا كمان على قرارات التحكيم بشكل كبير، وزي ما بنقول هم برضو اكثر خبره من بيراميدز وفيوتشر. يعني أستاذ أمير، يعني مباراة كونفدرالية ما بين فريقين، فريق بقاله سنة 3 سنين وفريق لأول مرة بيشارك في الكونفدرالية، ممكن يبقى المردود الإيجابي من وراء ماتشين دول إيه غير نتيجة المباراة؟ يعني هو بالتأكيد المشاركة في بطولة مهمة زي بطولة الكونفدرالية ووصول يمكن أكتر من فريق للمباراة النهائية في النسخ اللي فاتت، الزمالك بطل 2019، بيراميدز وصيف 2020، كل ده بيدي حافز للأندية إن أنت ليه لا تكمل المشوار للآخر، وإن أنت ليه لا ما تنافسش على لقب البطولة، خاصة إن زي ما بيقول باهي إن أنت بقى عندك لعيبة أو عندك عناصر تساعدك لكده، عند لعيبة يعني سواء يعني شاركت مع أهلي أو زمالك أو قبل كده ليها خبرات الفوز ببطولات أفريقية أو مشاركة حتى على الأقل في البطولات الأفريقية، ده هيدي دفعة قوية جدا لأي فريق إن هو يوصل مشوار في البطولة. عندك بالنسبة لفيوتشر جهاز فني مستقر مكمل عمله بشكل كويس جدا وعامل نتائج ممتازة، نفس القصة بالنسبة لبيراميدز، النتائج تحسنت أعتقد بشكل كبير مع جامي باتشيكو في الفترة الأخيرة. بضيف لكلام باهي يمكن برضو بيتكلم على الجيش الملكي من الفرق اللي يمكن بقت بتزاحم الوداد والرجاء في الفترة الأخيرة ونهضة بركان، إن هم يبقى ليهم تواجد على الساحة الأفريقية بشكل كبير، في بيحاول ان هو يمكن كان في حافز ان فريق زي نهضة بركان يفوز بالبطوله، ليه لا ان انت برضو تبقى موجود في الادوار النهائيه. لكن نتمنى بكل تاكيد الفارسه الكره المصريه في الكونفدراليه ان هم يوصلوا لابعد مدى في كل التوفيق لفيوتشر وبيراميدز ان شاء الله. فاضل دقيقتين
دقيقة. طبعا حصاد المحترفين مصطفى محمد بدأ أساسي النهارده في مباراته أمام نانت في الدقيقة 60 وصنع هدف في دقيقة 60 لزميله لودفيتش بلاس. طبعا مصطفى محمد ماشي بشكل كويس مع نانت. هاخدك لمام عاشور. مصطفى محمد ماشي بشكل كويس مع نانت السنة دي. عندهم فرصة كبيرة جدا إن هم يقصوا يوفنتوس من الدوري الأوروبي. يوفنتوس عنده مشاكل فنية وإدارية ومالية وكل حاجة، خصم نقاط بسبب فضائح إدارية سابقة. فنفس الوقت مصطفى محمد استفاد مؤخرا ان في زميل جزائري لي اندي ديلور ده لسه منضم لنانت في شهر يناير اللي فات اتصاب. مصطفى محمد استغل الفرصه واثبت كفاءه، هيكون في منافسه بينه وبين اندي ديلور في النص الثاني من الموسم الجاري. مصطفى محمد كومبواري مدرب نانت مقتنع بيه بشكل كبير جدا، والعلم هو كومبواري ده هو مدرب باريس سان جيرمان في بدايه المشروع الضخم، مدرب متبرز طبعا وعنده خبرات كبيره بالدوري الفرنسي، درب انديه كبيره. فنتمنى ان مصطفى محمد يستغل الفرصه اللي في النص الثاني من الموسم، لان هيكون في منافسه جديده مع اندي ديلور اللي هو برده عنده خبرات كبيره بالدوري الفرنسي. استاذ امير امام عاشور اكيد يعني حاجه تسعدنا ان امام يبقى بدايته موفقه جدا مع فريق مايكلاند الدنماركي، يمكن سجل هدف بتسديده يساريه بعيده المدى، استغل خطا من الحارس، هدف جميل الحقيقه. الامام عودنا ان هو التسديدات بعيده المدى اللي بيشوطها مع نادي الزمالك كان بيسجل منها اهداف كتير، بتدي له ثقه جامده جدا ان هو في بدايه مشواره كده. بالتاكيد يعني بدايه قويه جدا، ان هو حتى رغم ان المباراه انتهت بالتعادل ولكن قصاد فريق كبير زي سبورتنج لشبونه، اكيد سبورتنج لشبونه عنده خبرات اوروبيه اكتر كتير من ميتلاند، فاعتقد ان مش هيلاقي بدايه افضل من كده. اكيد امام عاشور مطلوب منه ان هو يواصل نفس الاداء بنفس القوه. ميتلاند عايز اقول لحضرتك ان هو يمكن على حسابه على السوشيال ميديا، على حساباته على السوشيال ميديا دايما صوره امام عاشور متصدره بشكل كبير جدا، عارفين قيمه اللاعب بشكل كبير ان تم التعاقد معاه، ونتمنى له ان هو يثبت اقدامه بسرعه ونشوفه في محطه اوروبيه كمان اكبر من كده. محمود حسن تريجيه شارك اساسي في مباراه ترابزونسبور امام بازل السويسري في دوري المؤتمر الاوروبي، ولعب حتى نهايه المباراه وانتهت بفوز ترابزونسبور بهدف. طبعا في الختام كنت سعيد جدا جدا بوجودك معايا، طبعا اثنين من نجوم النهارده استاذ محمود باهي شرفتني ونورتني. شكرا استاذ محمد، انا سعيد اتمنى ان اللقاء يتجدد ان شاء الله. الله يخليك، شكرا وسعداء بالتواجد مع حضرتك، ونشكر كل الزملاء في قسم الاعداد وفي ورا الكاميرات، ونتمنى نكون احنا ضيوف خفاف عليكم. استاذ امين نبيل شرفتني ونورتني، ونتمنى اللقاء يتجدد قريبا ان شاء الله. انا اللي بشكر حضرتك استاذ محمد، وبشكر زميلي باهي على الوقت الجميل اللي قضيناه هنا، وكل فريق العمل كل التحيه ليهم وشكرا لكم. اعزائي المشاهدين بكده نكون وصلنا لختام حلقه اليوم من ارمونتادا على شاشه قناه المحور. في الختام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.